هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم الاثنين تاريخ 1 مارس 2021، الموافق 17/7/17 رجب 1442 هجرية ان شاء الله. رح نكمل احنا ما بدأنا في المحاضرة الماضية، لما بدينا نتكلم عن شابتر 11. بدينا نتكلم عن المحاليل السوليوشن، وحكينا السوليوشن هو عبارة عن homogeneous mixture between two substances and more. وحكينا هدول two substances، واحدة حنسميها solvent اللي بتكون موجودة بكمية كبيرة في المحلول، والمادة الأخرى اللي بتكون موجودة بكمية أقل شو سميناها؟ solute. شو سميناها؟ عندنا solute. وعشان نعبر عن أو كمية هذا solute في داخل هذا solution، كان في عندنا أكثر من طريقة. الطريقة الأولى اللي استخدمناها التركيز المولاري، المولاريتي، اللي حكينا number of moles للسوليوت على الفوليوم للسوليوشن، حجم المحلول باللتر. الطريقة الثانية اللي هي استخدام الماس بيرسنت. الماس بيرسنت بدنا ناخذ أوزان الكتل، يعني ماس اوف سوليوت على ماس اوف سوليوشن. طب ماس اوف سوليوشن عبارة عن ايش؟ ماس اوف سوليوت زائد ماس اوف سولفنت. الطريقة الثالثة للتعبير عن التركيز اللي هو المول فراكشن، الكسر المولي. المول فراكشن قلنا بنحط في البسط النمبر اوف مولز للسوليوت على ايش عندنا؟ النمبر اوف مولز لمين؟ لمجموع التوتال نمبر، التوتال او المولز اوف وات اوف سوليوشن. شو النمبر اوف مولز اوف سوليوشن؟ اللي هي عدد مولات النمبر اوف مولز للسوليوت زائد النمبر اوف مولز لمين؟ للسولفنت. الطريقة الرابعة للتعبير عن التركيز اللي هي المولاريتي، التركيز المولالي. التركيز المولالي ايش بيختلف عن التركيز المولاري، عن المولاريتي؟ انه احنا بنحط في البسط في المولاريتي النمبر اوف مولز للسوليوت على بنحط ايش الان؟ كتلة الماس اوف سولفنت، ما بنحط الحجم، حجم المحلول، لا، بناخذ الماس اوف سولفنت بالكيلوغرام عشان يطلع لنا التركيز بالمولاريتي. والتركيز الاخير اللي هو النورماليتي، العياريه النورماليتي. وقلنا النورماليتي تساوي المولاريتي، التركيز المولاري ضرب قيمه ان. ان اللي تمثل عدد ذرات الهيدروجين اذا كان في عندك اسيد، او عدد مجموعات الهيدروكسيل اللي هي الاو اتش ماينس اذا كان عندي ايش انا عندنا قاعده بيز. بهذه الطريقه احنا بنحسب. وحلينا اكثر من مثال المحاضره الماضيه تدريبات لغايه ما وصلنا لهذا السؤال، وقلت لكم هذا السؤال احنا بدنا نحله في محاضرات اليوم. صح يا بنات؟ ماشيين معي؟ طيب الان عندنا سؤال، نقرا السؤال. The electrolyte in an automobile lead storage batteries is a 3.75 molar sulfuric acid. البطاريات اللي في السيارات، تعرفوا السيارات بدها بطاريه، بنحط داخل البطاريه، في داخل السياره في بطاريه، وهي البطاريه بيكون داخلها حمض. شو الحمض اللي بيستخدمه؟ حمض الكبريت سلفوريك اسيد، اللي هو عباره عن H2SO4. الان كم تركيز هذا الحمض في طبعا هذا الحمض مخفف بيكون، مش كونسنتريتد، بيكون مخففينه في المي. يعني بناخذ احنا السلفوريك اسيد بكميه معينه بنخففها داخل الماء بحيث انه تعطينا هذا الكونسنتريشن. طبعا ان هنا ام يعني تركيز المولاري، مولاريتي 3.75 مولر. الان هذا المحلول الحامضي الدنسيتي تبعته، هذا الاكيوس سوليوشن او الاسيديك سوليوشن، المحلول الحامضي الدنسيتي عنده 1.23 جرام بير مل. المل الواحد، الواحد مل من هذا السوليوشن يحتوي على 1.23% جرام. الان شو طالب مني؟ هاي الداتا اللي اعطاني اياها. الان طالب مني اعبر عن تركيز الحمض سلفوريك اسيد باكثر من طريقه. شو الطريقه؟ حكى لي عبر عن التركيز بالماس بيرسون، احسب لي التركيز بالمولاليتي، واحسب لي التركيز بدلاله ايش؟ النورماليتي. هو اعطاني تركيز الحمض بدلاله المولاريتي، اوكي؟ قال لي اعطاني الدنسيتي، حكى لي عبر عن هذا التركيز، تركيز مين؟ السلفوريك اسيد بدلاله الماس بيرسنت، وبدلاله المولاليتي، وبدلاله مين؟ النورماليتي. طيب الان باجي بحكي عشان اعبر عن التركيز بالماس بيرسنت، شو حكينا الماس بيرسنت تساوي؟ كيف بدي احسب التركيز الماس بيرسنت؟ بدي احط في البسط اللي هو كتله السوليوت، الماس اوف سوليوت اللي كتله السلفوريك اسيد، الماس اوف سلفوريك اسيد، بدي اقسمه على ماس اوف سوليوشن. طب الماس اوف سوليوشن عباره عن ايش؟ على الماس اوف سلفوريك اسيد زائد الماس اوف ووتر. مو سلفوريك اسيد انا مخففه بايش؟ شو السولفنت اللي عندك؟ ماء. فاذا عشان احسب الماس بيرسنت بدي احكي الماس اوف سلفوريك اسيد على ماس اوف سوليوشن. الماس اوف سوليوشن في عندك سوليوت زائد سولفنت. شو السوليوت؟ الماس اوف سلفوريك اسيد زائد الماس اوف
ووتر. طبعا نسال حالنا سؤال، هل هو اعطاني الكتل الماسز؟ هل هو اعطاني الماسز بشكل مباشره؟ هل قال لي انه كتله السلفريك اسيد كذا؟ هل هو حكى لي كتله الماء كذا؟ لا. كيف انا بدي اجيبها؟ بدي اجيبها من الداتا المعطى عندي بالسؤال. شو الداتا المعطى عندي بالسؤال؟ بدي اجي افكر احكي انا هون اعطاني التركيز المولاري، التركيز المولاري لمين؟ للسلفريك اسيد. شو التركيز المولاري؟ 3.75. شو يعني مولاريتي؟ المولاريتي عباره عن نمبر اوف مولز، عدد المولات وين؟ في لكل لتر من المحلول. لكل لتر. شو يعني بفهم من هذا السؤال؟ بفهم انه انا في عندي 3.75% مول من السلفريك اسيد وين موجودين؟ في لتر من المحلول. في لتر من المحلول. اذا انا الان عارف عدد مولات السلفريك اسيد ولا مش عارف؟ عارف. من وين بجبت عدد المولات؟ هو من نفس الرقم اللي عندي هون. فاذا انا عندي عدد المولات، بما انه هذا التركيز المولاري، اذا هذا عباره عن عدد المولات في الحجم باللتر. كم عندي عدد المولات؟ اذا 3.75. اذا انا الان عرفت عدد مولات السلفريك اسيد، بقدر اطلع الماس تبعته السلفريك اسيد ولا لا؟ بقدر. مش احنا تعلمنا انه نمبر اوف مولز، عدد المولات تساوي الماس على المولر ماس، صح ولا لا؟ الماس على المولر ماس. هي عدد المولات السلفريك اسيد انا عارفه. طيب المولر ماس تبعت السلفريك اسيد معروفه 98، يا تعطى لك في السؤال في الامتحان او ايش؟ او تطلعيها من الجدول الدوري، سهله جدا. اوكي؟ فبضرب عدد المولات اللي طلعت اللي هي 3.75، بضربها في المولر ماس، بيطلع عندي كم؟ بيطلع عندي كتله السلفريك اسيد. فاذا احنا من التركيز المولاري عرفنا نحسب كتله مين؟ الماس اوف سلفريك اسيد. حسبنا الماس اوف سلفريك اسيد. طيب شو باقي علي احسب؟ بدي احسب كتله مين؟ كتله الكتله تبعت السوليوشن. لازم اعرف كتله الماء واعرف كتله السلفريك اسيد. السلفريك اسيد انا عرفت كتلته، شو باقي؟ لازم اعرف كتله الماء. كيف بدي اجيب كتله الماء؟ من الدنسيتي. الان حكى لي هذا المحلول الحامض الاسيدك سوليوشن الدنسيتي تبعته 1.23% جرام لكل مل، جرام لكل مل. طب انا بديها جرام لكل لتر، في اللتر انا بدي احولها. انا عندي اياها 1.23% جرام لكل مل، بدي احول المل للتر، بدي اياها باللتر. ليش بدي اياها حجم باللتر؟ لان انا عندي تركيز مولاري، فلازم احول الحجم للتر. فاحنا بنعرف انه اللتر بدي اياها تكون جرام، مش جرام لكل مل، بدي اياها جرام لكل لتر. هلا احنا بنعرف انه اللتر كم مل لتر؟ 1000. فبضربت القيمه هاي بايش؟ في 1000. فصار عندي يا بنات الواحد لتر من المحلول اللي فيه نسبة اللي فيه 3.75 مول من السلفريك أسيد، كم الكتلة تبعته؟ لما ضربت الواحد ب23% ضربتها في 1000 الفاصلة ترجع ورا ثلاث مناظر، شو بصير الجواب عندك؟ 1230 جرام. يعني أنا كتلة السوليوشن الماس أوف سوليوشن كلياته 1230 جرام. 1230 جرام هاي الماس أوف وات؟ الماس أوف سوليوشن. شو فيها هاي ال 1230 جرام؟ شو فيها؟ فيها سلفريك اسيد، ممتاز، زائد ماء. طيب مش انا عرفت كتله السلفريك اسيد؟ بقدر اطلع كتله الماء ولا لا؟ بقدر اطلع. فبحكي الماس اوف ووتر، كتله الماء اللي هي كتله السوليوشن كلياتها في هذا اللتر اللي هي 1230 ناقص كتله السلفريك اسيد اللي انا حسبتها 368. اطرح القيمتين ببعض، شو طلع عندي؟ طلع عندي كتله الماء. خلص الان السؤال صار سهل. شو صار الحل؟ سهل. إذا أنا الآن عرفت كتلة الماس تبعت السلفريك أسيد، عرفت الماس تبعت الماء، وعرفت التوتال ماس، الماس تبعت السوليوشن كلياته عرفته. خلص الآن شو أول مطلوب؟ حكى لي احسب لي بدلالة الماس بيرسنت. شو الماس بيرسنت؟ بقول الماس أوف سلفريك أسيد هيني حسبتها طلعتها على الماس أوف سوليوشن. شو كتلة السوليوشن؟ احنا حكينا 1230. فخلص بقسم القيمتين على بعض ضرب 100%، شو بتطلع عندك النسبة؟ تقريبا 30%. طيب شو التركيز الثاني طالب مني؟ التركيز المولاريتي، التركيز المولاري. شو التركيز المولاريتي؟ حكينا عدد المولات للسلفريك اسيد، النمبر اوف مولز على كتله السولفنت، الماس اوف سولفنت اللي هو الماء بالكيلوغرام. طيب عدد مولات السلفريك اسيد مش انا عارفه؟ كم حكينا عدد المولات؟ ما انا عندي هذا التركيز المولاري، يعني مول لكل لتر. اذا في هذا اللتر كم كم عدد المولات؟ 3.75. اذا انا عدد المولات 3.75 بدي اقسمها على مين؟ على كتلة الماء لكن بالكيلوغرام، انا طلعت كتلة الماء بالجرام، كيف بدي احولها للكيلوغرام؟ بدي اقسمها على 1000. الارقام على بعض بيطلع عندي التركيز ايش؟ المولاري. خلصنا؟ طيب، شو داخل اخر تركيز مطلوب؟ اللي هو التركيز النورماليتي. احنا حكينا القانون، احفظوها، النورماليتي تساوي
المولاريتي، التركيز المولاري ضرب ام، ان تمثل عدد ذرات الهيدروجين. هي انا عندي H2SO4، انا عندي H2SO4. كم التركيز المولاري تبعه؟ شو التركيز المولاري حكى لي؟ 3.75. فبدي اضرب يا بنات التركيز المولاري، بدي اضربه بان، ان تمثل عدد ذرات الهيدروجين، انه هذا عندي اسيد. شو هو؟ عباره عن H2SO4، كم ذره هيدروجين عندي؟ ثنتين. فبدي اضرب 3.75 ضرب 2، فبطلع عندك التركيز النورمالي اللي هي النورماليتي اللي هي 7.5 نورمال. اوكي بنات، هذا حل السؤال. السؤال تطبيقه سهل، بس هي وين التريك او وين الشيء اللي انت لازم تكون تعرفيه؟ تقدر تطلعي من التركيز المولاري والدنسيتي، نعرف عدد المولات وبالتالي بطلع الماس، واعرف كتله السوليوشن ماس اوف وات اوف سوليوشن، وبالتالي بطلع كتله مين؟ كتله السولفنت. واضح؟ واضح يا بنات؟ ماشي الحال؟ هذا بالنسبه ايوه. طيب الان ننتقل لموضوع جديد، نكمل تكوين المحاليل، تكوين الليكويد سوليوشن، تكوين المحلول. طيب نسال حالنا سؤال، هو يا ترى السوليوشن من ايش مكون؟ السوليوشن مكون من سوليوت زائد سولفنت. حلو الكلام. طيب الان هو السوليوت اللي انا بدي اياه هو عباره عن جزيء واحد ولا مجموعه من الجزيئات؟ الاف الجزيئات من السوليوت اللي بتكون متحده مع بعضها البعض من خلال روابط. تذكروا لما تكلمنا عن الروابط الموجوده في شابتر 10، قلنا الانتر مولكيولر فورسز، حكينا ممكن يكون في عندك هيدروجين بوندينج، ممكن يكون في عندك بولر بوندينج، ممكن يكون في عندك ايون ديسبرجن فورسز. هذول الفورسز اللي درسناهم حكينا عنهم. فبالتالي الجزيئات تبعت السوليوت بتكون بيناتها ارتباطات، اوكي، انتر مولكيولر فورسز. طيب السولفنت نفسه، مش انا بدخل السوليوت مع سولفنت؟ طيب هو السولفنت ايضا في عندك انتر مولكيولر فورسز. الان كيف بتكون السوليوشن؟ عشان يتكون السوليوشن يجب انه جزيئات السولفنت تعمل انتر اكشن، ترتبط، تتحد مع مين؟ ترتبط مع جزيئات مين؟ السوليوت. ولا كيف بتكون عندي هوموجينيوس ميكستشر؟ كيف بده يصير عندي محلول متجانس، هوموجينيوس ميكسينج، خليط متجانس يكون عندي سوليوشن؟ كيف؟ يجب انه يصير في عندي انتر اكشن، ارتباط، لينكينج، اوكي، ما بين السولفنت، جزيئات السولفنت، وجزيئات ايش؟ السوليوت. اوكي؟ طيب عشان يتم هذا الكلام لازم اعمل فراغ، اعمل سبيس. كيف الفراغ؟ لازم انه بالاول، اول خطوه، لازم بالخطوه الاولى انه جزيئات السوليوت ابعدها عن بعض، اعمل ايش؟ اعمل اكسباندنج، اعمل سيبريتنج، سيبريشن، افصلها عن بعض. الروابط اللي بتربط ما بين جزيئات السوليوت افصلها عن بعض. يعني مثلا عندك جزيء سوليوت مرتبط مع جزيء سوليوت اخر، لازم افصل بيناتهم، يعني اخلي كل جزيء من السوليوت لحاله، افصلهم عن بعض. فهي العمليه انا بحتاج طاقه ولا بدي اطلع طاقه؟ انا بحتاج طاقه، هذا اندوثيرميك رياكشن، انا بحتاج الى هيت. ليش؟ عشان اعمل اكسباندنج، افصل جزيئات السوليوت عن بعضهم بعض، بدي افصلهم عن بعضهم بعض. طيب في الخطوه الثانيه ايضا السولفنت، عشان اخلي جزيئات السولفنت ترتبط مع جزيئات السوليوت، برضه جزيئات السولفنت لازم اعملهم اكسبانشن، افصلهم عن بعضهم بعض، لازم احنا نتغلب، نعمل اوفركمينج على مين؟ على الانتر مولكيولر فورسز. اذا ايضا الخطوه رقم 2 تحتاج الى طاقه، اندوثيرميك رياكشن. اذا انا في الخطوه الاولى عشان اعمل اكسباندنج لجزيئات السوليوت عن بعضها البعض، اوسعها وابعد المسافات بيناتها، احنا بنضيف طاقه، اندوثيرميك رياكشن، معناته اشاره الدلتا اتش شو بتكون؟ بوزيتيف. ممتاز. في الخطوه رقم 2 ايضا احنا بدنا نعمل اكسباندنج لجزيئات السولفنت، بدنا نكبر حجم، بدنا نوسع الجزيئات عن بعضها البعض، اوكي، عشان اخلي مكان لجزيئات السوليوت تدخل، اوكي. في اذا هاي الخطوه رقم 2 ايضا اندوثيرميك رياكشن، الدلتا اتش تشينج اوف انثالبي ايضا اشارتها موجبه. فاذا انا في الخطوه الاولى وفي الخطوه الثانيه رفعت الطاقه تبع جزيئات السوليوت، ورفعت الطاقة تبع جزيئات مين؟ السولفنت، أصبحت طاقتها إيش؟ مرتفعة. بما أنه أصبحت الطاقة مرتفعة في الحالتين، إذا عملية الانتر أكشن، عملية الميكسنج شو بتتم الآن؟ بتتم بكل سهولة. في الخطوة رقم 3 لما تصير في عندك انتر أكشن ميكسنج، يختلطوا مع بعضهم البعض، شو بصير في الطاقة تبعت السوليوشن الآن؟ الآن بطل عندي سولفنت، اسمه بطل اسمه سوليوت، شو صار اسمه الآن؟ سوليوشن. ف
الطاقة الزائدة، الطاقة الزائدة اللي شو بتصير؟ لازم تطلع لوين؟ للخارج. إذا في الخطوة رقم 3 عملية الميكسينج اللي بتنتج عندي، عملية الميكسينج عشان أعمل ميكسينج ما بين السوليوت والسولفن، يصير في عندي انتر اكشن. هاي عبارة عن ايش بتكون؟ تفاعل طارد اكزوثيرميك. الدلتا اتش تبعتها شو حتكون؟ نيجاتيف. الدلتا اتش الساين تبعها شو حتكون؟ نيجاتيف. فإذا يا بنات عملية تكوين السوليوشن، الخطوة الأولى بدي أعمل سيبريشن للسوليوت مولكيولز، هاي بتكون اندوثيرميك رياكشن. الخطوة الثانية أيضا نعمل سيبريشن أو اكسباندنج للسولفنت مولكيولز، أيضا بتكون اندوثيرميك رياكشن. الخطوة رقم ثلاثة الآن بدي أعمل أيش؟ خلط. بدي أعمل ميكسينج ما بين جزيئات السوليوت مع جزيئات السولفنت، بحيث إنه شو تكون لنا؟ تكون لنا سوليوشن. السوليوشن بده يكون مستقر، يعني طاقته أقل، فبالتالي الطاقة الزائدة راح تخرج على شكل تفاعل طارد، حتطلع للخارج. فبالتالي الخطوة رقم ثلاث الدلتا اتش شو حتكون؟ حتكون إشارتها نيجاتيف اكزوثيرميك رياكشن. طلعوا هي أنا في الخطوة الأولى، الستيب الأولى دائما الخطوة الأولى للسوليوت، إذا الدلتا اتش واحد شو حتكون؟ بوزيتيف. عملنا اكسباندنج للسوليوت. في الخطوة رقم اثنين هي السولفنت نفس الشيء، بدي أعمل له اكسباندنج، إذا هي اندوثيرميك الإشارة موجبة. الآن عملية الخلط في الخطوة رقم ثلاث بتدخل جزيئات السوليوت مع جزيئات السولفنت، شو بدنا نكون الان؟ بدنا نكون سوليوشن، نكون محلول مستقر، حتكون الدلتا اتش طاقتها منخفضه اكزوثيرميك، الاشاره شو حتكون الان؟ نيجاتيف. فاذا هاي بوزيتيف دلتا اتش 1، دلتا اتش 2 ايضا بوزيتيف، دلتا اتش 3 شو حتكون؟ نيجاتيف. طيب الان حسب قانون هس، تذكروا قانون هس، الان عندك انت ثلاث خطوات، خطوه خطوتين ثلاث خطوات، شو الدلتا اتش للسوليوشن؟ التوتال دلتا اتش للسوليوشن تكوين المحلول، change of enthalpy for the formation of solution، احسنت، اللي هي مجموع دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3. الان حاصل جمع الثلاث خطوات هي حتمثل لنا قيمه ايش؟ change of enthalpy او الهيت اوف ذا فورميشن فور ذا سوليوشن، هيت اوف فورميشن اوف سوليوشن، حراره تكوين هذا المحلول سوليوشن، هي عباره عن مجموع قيم الدلتا اتش للثلاث خطوات الموجود عندنا، اللي هي الاكسباندنج اوف سوليوت، الاكسباندنج اوف سولفنت، اند الميكسينج اوف سوليوت اند سولفنت. اوكي، عشان نكون ايش عندنا؟ السوليوشن. طيب اذا زي ما حكينا الخطوه الاولى والثانيه تحتاج طاقه ريكويرد انرجي، الخطوه الاولى والثانيه بتحتاج طاقه اندوثيرميك، اندوثيرميك فالاشاره شو بدها تكون؟ اشاره بوزيتيف. تمام، لكن الخطوه الثالثه هاي الخطوه خلاص انا بدي اكون محلول مستقر، اذا الطاقه الزائده ايش؟ الطاقه اللي انا زودتها في الخطوه الاولى والثانيه شو لازم تطلع؟ الزائده تطلع للخارج، اذا شو بتكون؟ اكزوثيرميك. الخطوه رقم ثلاث بتكون اكزوثيرميك، اما الخطوه الاولى والثانيه شو بيكونوا يا بنات؟ اندوثيرميك. طيب الان المجموع الدلتا اتش للسوليوشن هي مجموع دلتا اتش 1 زائد 2 زائد 3. طيب الان نسال حالنا سؤال، نسال حالنا سؤال مهم جدا. انت يا دكتور حكيت الدلتا اتش 1 و2 هذول بوزيتيف فاليو اندوثيرميك، فهمت عليك، والدلتا اتش 3 هاي بتكون اكزوثيرميك، اذا شرتها سالبه، فهمت عليك. طيب الان السؤال، الدلتا اتش التوتال للسوليوشن شو بتكون اشارتها؟ شو بتكون اشارتها؟ الان بتكلم رياضيات، الان رياضيات الجواب تبعها اما بتكون اشاره الدلتا اتش للسوليوشن اما بتكون موجبه او شو حتكون؟ سالبه، صح ولا لا؟ ها مزبوط، لان انا عندي ايش؟ الدلتا اتش 1 الدلتا اتش 1 هاي موجبه، الدلتا اتش 2 ايضا موجبه، طب الدلتا اتش 3 سالبه. الان مجموع الارقام موجب موجب في عندك سالب، حسب الجواب بيطلع اما بدها تكون الدلتا اتش اشارتها موجبه او شو بدها تكون الاشاره؟ سالبه. الان نسال حالنا سؤال، متى بتكون الدلتا اتش اشارتها سالبه؟ الدلتا اتش متى بتكون اشارتها سالبه؟ متى؟ إذا كانت قيمة الدلتا اتش 3 مش هي سالبة أكبر من حنصل جمع قيمة الدلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2، لأنه هاي حكينا موجب زائد موجب، موجب زائد موجب بده يكون هذا قيمته موجبة، لكن هاي قيمتها سالبة. فإذا كانت الدلتا اتش 3 أكبر من حاصل جمع الدلتا اتش 1 و2 شو بده يطلع الجواب عندك؟ سالب. شو يعني سالب؟ نيجاتيف ساين يعني الإنرجي ريليز يعني اكزوثيرميك رياكشن. تمام؟ والعكس صحيح، إذا كانت حاصل جمع الدلتا اتش 1 زائد الدلتا اتش 2 أكبر من قيمة الدلتا اتش 3 إذا شو بده يكون الإشارة؟ تكون الإشارة أكيد عندك إشارة موجبة، يعني الإنرجي إز أوبزيرفد.
انرجي از جين، تمتص التفاعل شو بده يكون؟ اندوثيرميك، وبتكون الاشاره ايش؟ بوزيتيف. معنى ذلك انه يا بنات انه تكوين المحاليل عشان اعمل سوليوشن لاي محلول، اما بيكون هذا التحلول المحلول ماص للحراره، او بيكون هذا المحلول ايش؟ طارد للحراره. تكوينه متى بيكون طارد الحراره؟ انرجي از ريليز اكزوثيرميك، اذا كانت عمليه الميكسينج دلتا اتش 3 اكبر من مين؟ اكبر الطاقه تبعتها اكبر من قيمه الدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2. والعكس صحيح، بيكون اندوثيرميك لما تكون الدلتا اتش 1 و2 اعلى من قيمه مين؟ الدلتا اتش 3. اوكي؟ طيب هذا الجدول يا بنات بيمثل لنا، ببين لنا كيف تتكون عند المحاليل بناء على الطاقه، الان بناء على ايش؟ على الطاقه. وهل يتكون عند المحلول او لا يتكون عند المحلول؟ هل يتكون لدينا المحلول او لا يتكون لدينا المحلول؟ الان احنا بنتكلم عن محاليل ايش؟ محاليل اكيوس سوليوشن. عندي ايش؟ اكيوس سوليوشن. طيب الان عندي احتمالين، عندنا احتمالين، انا عندي سوليوت وفي عندي سولفنت، عندي سوليوت وعندي سولفنت. هاي حطينا لكم الدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2 والدلتا اتش 3 والدلتا اتش للسوليوشن. اوكي، الدلتا اتش 1 لمين اتفقنا عليها؟ الدلتا اتش 1 للسوليوت، الدلتا اتش 2 للسولفنت، والدلتا اتش 3 للميكسينج لخطوه رقم 3، وهاي اللي هي التوتال للسوليوشن كلياته. الان اذا كان انا عندي السوليوت بولر، مش احنا حكينا ما بين السوليوت جزيئات السوليوت في عندك روابط انترميكولار فورسز، وما بين جزيئات السولفنت ايضا في عندك انترميكولار فورسز، صح؟ الان اذا كان السوليوت من نوع بولر، هذا المذاب قطبي، بولر سوليوت، اوكي، عشان اعمل سيبريشن افصل جزيئاته عن بعض، بدي طاقه عاليه ولا طاقه منخفضه؟ احسنتوا، بدي طاقه كبيره. ليش؟ انه هذا بولر بوند، روابط قطبيه، فارتباط الجزيئات بتكون ايش؟ عالي. اوكي، فعشان اعمل اكسبانشن، اعمل سيبريشن، افصل جزيئات السوليت عن بعض البعض، بدي طاقه ايش تكون؟ عاليه. طبعا اتفقنا هاي اندوثيرميك، اشارتها موجبه، حتكون قيمتها عاليه. طيب ايضا اذا كان السولفنت بولر زي الماء مثلا، زي الكحول، اوكي، اذا ايش حتكون برضه الدلتا اتش 2؟ لارج، كبيره، وحتكون قيمتها موجبه. اذا هاي موجب وهاي موجب، هذول قيمتهم ايش؟ كبار. طيب عمليه الميكسينج الخلط، بما انه هذا بولر وهذا بولر بيشبهوا بعض، اذا اندماجهم شو بده يكون؟ اندماجهم بيكون قوي كبير، لانه متشابهات، صح ولا لا؟ شيء متشابهات، نفس الاستراكشر عندهم. مثال، لو انا عندي السوليوت كحول ميثانول او ايثانول، اخلطه مع الماء برضه بولر، فهذا بولر مع بولر، الارتباط بيناتهم الانتر اكشن شو بده يكون؟ قوي. فلذلك الدلتا اتش شو حتكون قيمتها؟ لارج. وشو حتكون الاشاره؟ نيجاتيف، لانه هاي العمليه شو حكينا عنها؟ الدلتا اتش 3 اكزوثيرميك، حتكون ايش؟ قيمتها كبيره وقيمتها سالبه. الان لما نيجي احنا نحسب الدلتا اتش للسوليوشن كله، شو بده يطلع؟ هذا كبير وهذا كبير وهذا كبير، شو بده يطلع الجواب؟ يطلع عندك سمول، صغير، صح ولا لا؟ يطلع عندنا ايش الجواب؟ سمول، وحتكون الاشاره نيجاتيف. شو حتكون الاشاره ايضا؟ نيجاتيف، صغيره، سمول، ونيجاتيف. شو يعني الدلتا اتش سمول؟ يعني احنا مش بحتاجين الى طاقه كبيره لتكوين هذا السوليوشن، وحتى القيمه شو بتكون؟ قيمه صغيره وسالبه. اوكي؟ طبعا السالب معنى ذلك انه اكزوثيرميك، لكن شو القيمه اللي انا بحتاجها؟ بحتاج كميه بسيطه عشان اكون هذا المحلول، انا بحتاج الى طاقه بسيطه. بالتالي معنى ذلك عمليه تكوين المحلول بتكون سهله ولا صعبه؟ هل المحلول يتكون؟ نعم، السوليوشن از فورمد. السوليوشن از ايش؟ السوليوشن از فورمد، يتكون هذا المحلول. طيب لو ناخذ شيء احتمال اخر، يكون السوليوت نون بولر، غير قطبي. شو يعني نون بولر؟ زي الزيت، الاويل، اوكي، هذا نون بولر، غير قطبي، هيدروكربونز هاي. لكن السولفنت شو يكون؟ السولفنت بولر زي الماء. طيب بما ان السوليوت نون بولر، غير قطبي، روابطه ضعيفه، يعني زي روابط اللي بسميناها لندن فورسز، ديسبيرجن فورسز، عمليه فصل الجزيئات شو بدها تكون؟ ما بيحتاج لطاقه كبيره، صغيره، سمول، صح؟ طيب لكن الماء المذيب قطبي، اذا عمليه فصل الجزيئات بتحتاج الى طاقه ايش؟ كبيره. طيب الان هل هذا غير قطبي لكن السولفنت قطبي، هل بيمتزجوا مع بعض بشكل كبير؟ هل بصير في عندك ميكسينج بشكل كبير وبيطلع عندي طاقه؟ لانه هذا حكينا هذا ايش الدلتا اتش؟ هي اكزوثيرميك، طاقه بتخرج للخارج. هل حتكون مقدار الطاقه اللي بتخرج كبيره؟ طبعا لا. ليش؟ لانه هذا نون بولر وهذا بولر. هل الماء يختلط بالزيت؟ لا،
اذا مقدار الطاقه اللي بتخرج الى الخارج كاكزوثيرميك رياكشن حتكون مقدارها ضعيف صغيره. طيب الان شو حتكون الدلتا اتش اوف سوليوشن؟ اجمعي هذا قيمته موجب وهذا ايش؟ نيجاتيف، هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، هذول بيشطبوا مع بعض، شو بضل عندك القيمه؟ قيمه لارج وايش؟ وبوزيتيف، قيمه لارج وبوزيتيف. شو يعني قيمه لارج؟ كبيره، يعني انا تكوين هذا المحلول يحتاج الى طاقه كبيره، وحتى بوزيتيف اندوثيرميك يعني لازم يسخن وصعب جدا الخلط، اذا هل يتكون عندك المحلول؟ لا يتكون عند المحلول. بنات عشان يتكون عندك محلول لازم يحتاج الى طاقه بسيطه، لازم تكون الدلتا اتش اوف سوليوشن شو تكون قيمتها؟ صغيره، اذا كانت كبيره لا يتكون عندك المحلول. طيب شو الاحتمال الثالث؟ انه ايضا السوليوت يكون نون بولر وايضا السولفنت نون بولر، يعني بيشبهوا بعض، يعني زيت مع زيت، اخلط زيت مع زيت، هيدروكربون مع هيدروكربون، اثنين نون بولر. الدلتا اتش 1 حتكون سمول لانه نون بولر، ودلتا اتش 2 ايضا سمول لانه نون بولر، قيمتهم موجبات هذول. طيب عمليه خلطهم شو حتكون؟ عمليه الخلط حتكون ايضا سمول، هذا نون بولر مع نون بولر بيختلطوا مع بعض صحيح، لكن ما راح يطلع لي طاقه عاليه. ليش؟ لانه اصلا اثنيناتهم هاي سمول سمول، اوكي، لانه احنا حكينا هذا التفاعل اكزوثيرميك. من وين بتيجي الاكزوثيرميك؟ من الطاقه المخزنه اثناء عمليه الدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2، اوكي. اصلا اذا انا من البدايه كانت هون الطاقه قليله وهي قليله، اذا شو حتكون الطاقه اللي بتخرج؟ حتكون قليله، اوكي. شو حتكون الدلتا اتش اوف سوليوشن؟ سمول سمول سمول، اكيد حتكون ايش؟ من وين كيف حتيجي لارج؟ يعني شيء طبيعي في الرياضيات، شو حتكون القيمه؟ اكيد حتكون القيمه صغيره. بما انه هون قيمه صغيره وهون صغيره، اذا شو حيتكون عندك المحلول؟ ليش يا دكتور يتكون؟ لانه هذا نان بولر مع نان بولر بيشبهوا بعض، زيت مع زيت اكيد حيختلط، الزيت مع الزيت بيختلطوا مع بعض، نان بولر مع نان بولر بيختلطوا مع بعض، اوكي، ما بيحتاج الى طاقه كبيره. طيب شو الاحتمال الرابع الاخير؟ انه يكون الان السوليوت بولر، عكسناها، يكون السوليوت بولر لكن السولفنت شو يكون؟ نان بولر. السولفنت شو يكون؟ نان بولر، بمعنى انه اخذ انا السولفنت هو زيت، اخذ كميه كبيره من السولفنت زيت، لكن السولفنت اخذ الماء، يعني مثلا اخذ لتر لتر من الزيت، كميه كبيره من الزيت لتر، لكن السولفنت السوليوت هو ماء، اخذ مثلا 10 مل. اوكي، الان بما ان السوليوت هو بولر، اذا عشان اعمل سيبريشن لجزيئاته بدي طاقه كبيره لارج. السولفنت هو نون بولر، بدي طاقه صغيره عشان اعمل ايش؟ افصل جزيئاته. طيب عمليه الخلط الان الميكسينج، واحد بولر والثاني ايش؟ نون بولر، هل بينتجوا مع بعض؟ هل الطاقه اللي بتطلع بتكون كبيره ولا صغيره؟ اكيد صغيره، سمول، واحد نون بولر والثاني ايش؟ بولر، اذا حتكون صغيره. هاي سالبه، هذه موجب، وهاي ايش؟ موجب، سالب مع موجب بيختصروا مع بعض، شو بيطلع عندك الطاقه؟ لارج وايش؟ بوزيتيف، كبيره، لانه الخطوه الاولى بوزيتيف لارج. شو يعني لارج بوزيتيف؟ زي الخطوه الثانيه، زي التفاعل الثاني، لارج يعني بده طاقه عالي، اذا هل بتكون المحلول؟ لا. اذا بناء على هذا الجدول متى بتكون عند المحلول؟ بتكون عندنا المحلول بحيث انه يكون السوليوت والسولفنت من نفس الماتيريال، عندهم نفس الاستراكشر، بحيث انه يكون السوليوت بولر والسولفنت بولر، بتكون عندك المحلول، او يكون السوليوت او شو يكون؟ السوليوت نون بولر والسولفنت ايضا نون بولر، بتكون عندك المحلول. يعني لازم يكون السولفنت والسوليوت يا بنات عندهم نفس الاستراكشر، نفس ايش؟ الاستراكشر، عشان يصير عمليه ميكسينج، يصير في عندي انتر اكشن. طب اذا كان واحد بولر والثاني نون بولر، لا يتكون عندك المحلول، لا يتكون لدينا ايش؟ المحلول. شوفوا هذا السؤال، هلا انا حكيت لكم عنه قصه الزيت والماء، سؤال explain why water and oil، طبعا شو الاويل؟ سلسله كربونيه طويله، هيدروكربون. الاويل نون بولر، غير قطبي الاويل، لكن الماء شو ماله؟ قطبي، هيدروجين بوندنج عنده، روابط هيدروجينيه. ليش دو نوت ميكس؟ ليش الزيت ما بيختلط مع الماء؟ طبعا in your explanation في تفسيره be sure to address how delta h plays a role، بدك تفسري طبعا عشان تحكي لا 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 يختلطوا، بدك تعتمدي على قيمه مين؟ على قيمة الدلتا اتش. اي الجدول، برجع على الجدول، احنا عندك هون الاويل، الووتر مع الاويل، ليش الووتر ما بيختلط مع الاويل؟ ليش؟ الووتر طبعا نفترض انه الووتر هو السولفنت والاويل هو السوليوت. الاويل الاويل ايش كان حكينا عنه؟ الاويل الاويل نون بولر، اوكي، لكن الماء سولفنت، بولر الماء. طيب
الاويل الدلتا اتش حتكون عنده دلتا اتش 1 حتكون سمول، لكن الماء حتكون الدلتا اتش 2 لارج بوزيتيف، والدلتا اتش 3 حتكون ايش؟ سمول، لانه هذا نون بولر وهذا بولر، اذا شو حتكون الانتراكشن بيناتهم؟ ويك انتراكشن. وي هاف ويك انتراكشن بتوين الاويل مولكيولز اند ووتر مولكيولز، اوكي ويك انتراكشن. فبالتالي consequently or as a result delta h of solution will be a large positive value, large positive value which means no solution can be a can be formed. واضح يا بنات هذا التفسير بكل سهوله. الان قاعده عامه احفظها in general processes that require large amount of energy tend a not to occur. اي محلول زي ما قلنا لكم اي محلول بيحتاج الى large energy لن يتكون. اي محلول بيحتاج الى لارج انرجي لن يتكون. طب ليش بيحتاج؟ متى بتكون كميه الطاقه كبيره؟ اذا كانوا التو ستراكشرز مختلفين عن بعض، يعني واحد بولر والثاني ايش؟ نان بولر. لذلك القاعده الذهبيه اللي علمونا اياها واحنا صغار بالجامعه لما احنا كنا صغار انه دائما الشبيه يذيب الشبيه، لايك ديزولفز لايك، لايك ديزولفز لايك، الشبيه يذيب الشبيه دائما. اذا كان السوليوت بولر اذا بدي افكر له في سولفنت عشان اذوبه شو بفكر؟ بشيء بولر زيه. اوكي طيب اذا كان السوليوت نان بولر اذا ايضا بفكر بشيء زيه نان بولر عشان يذوبوا مع بعض. اوكي في عندنا احنا مثل او حكمه باللغه العربيه بيحكوها مثلا قل لي من تخالل اقول لك من انت. شو يعني تخالل؟ تصادق، من تصاحب. دائما الواحد بصاحب الناس اللي مثله. دائما نجد مثلا الشخص اللي مؤدب المحترم بكون كل اصحابه مثله مؤدبين محترمين يعني، والعكس صحيح. اوكي هاي معنى قل لي من تصاحب اقول لك من انت، يعني انا من غير ما اعرف صفاتك اذا عرفت مين هم اصحابك انا بستطيع اني احدد مين هم صفاتك. نفس الكلام لايك ديزولف لايك، اذا كان السوليوت بولر اكيد السولفنت لازم يكون بولر، اذا كان السوليوت نان بولر اكيد السولفنت شو لازم يكون؟ نان بولر، بيشبهوا بعض. اوكي شوفي مثلا عندك هذا السؤال decide قرري whether liquid hexane، هي liquid hexane C6H14 هذا كربون وهيدروجين، هيدروكربون هذا شو بيكون؟ بولر ولا نان بولر؟ نان بولر، كربون وهيدروجين نان بولر، هذا غير قطبي، هذا ما عنده لا روابط هيدروجينية ولا ايونيك بوند ولا اي شيء، اذا هذا نان بولر. هل liquid hexane اللي هو نان بولر or liquid methanol، طلع الميثانول CH3OH كحول، في عندك مجموعه الهيدروكسيل شو بيكون عندي؟ هذا بولر، هذا في عنده هيدروجين بوندينج، الميثانول هذا بولر عنده هيدروجين بوندينج روابط هيدروجينيه، واصلا هاي بولر الاكسجين مع الهيدروجين هاي هيدروجين بوند بولر بوند صح، سميناها هيدروجين بوندينج. is the more appropriate solvent for these substances. انا عندي تو سبستانسز، عندي مادتين، شو الماده الاولى؟ اللي هي جريس، الجريز اللي هي زي الشحمه دهن، ماده دهنيه اللي هي C20H42. اوكي والماده الثانيه اللي هي بوتاسيوم ايودايد، هذا ملح يديد البوتاسيوم. الان لو انا عندي جريز اوكي وبدي اذوب الجريز، بدي اجي انا افكر، انا بدي اروح على اللاب، انا باللاب جيت حكيت لك تفضل انا اعطيتك جريز، هاي الماده هاي الكيميكال فورمولا لها C20H42، قلت لك دوري لي على سولفنت ملائم لها عشان تذوبيها، وانا اعطيتك تو اوبشنز خيارين اثنين، قلت لك معك هيكسين ومعك ميثانول. اوكي اي سولفنت انت بتستخدميه عشان تذوب الجريز؟ لايك ديزولف لايك، هاي القاعده الذهبيه. باجي بحكي الجريز هو بولر ولا نان بولر؟ هذا نان بولر، اذا شو لازم استخدم معه السولفنت؟ لازم يكون نان بولر زيه. طيب شو من الخيارين؟ انا اعطيتك الهيكسين والهيكسين نان بولر والميثانول بولر، اذا شو بختار؟ اكيد بختار الهيكسين. فاذا الهكسين بيكون هو السولفنت الملائم عشان اذوب مين؟ الجريز. طيب الماده الثانيه بوتاسيوم ايودايد، البوتاسيوم ايودايد هذا ايش؟ ايونيك بوند، روابط ايونيه بين البوتاسيوم، البوتاسيوم بوزيتيف والايوديد ايش؟ بيكون نيجاتيف، اذا هذا روابط ايونيه، اذا الروابط ايونيه لايك ديزولف لايك، اذا بحب مين؟ البولر سولفنت، بده بولر سولفنت. دائما المركب الاملاح الايونيه الايونيك كومباوند بدها بولر سولفنت مش نان بولر، بدها بولر سولفنت صح؟ اذا مين بختار معه؟ بختار له الميثانول احسن. فهمتوا علي؟ واضح يا بنات؟ واضح؟ واضح يا بنات؟ كل فاهم علي؟ واضح. تمام ممتاز. فاذا احنا هاي القاعده الذهبيه اللي عندنا لايك ديزولف لايك، باجي بطلع اذا ماده بولر لازم اختار لها سولفنت يكون بولر والعكس صحيح،
اذا السبستنس اللي عندك نون بولر لازم اختار لها ايش؟ تكون السولفنت بولر. تمام؟ اوكي. طيب شو العوامل اللي بتاثر على عمليه السوليوبيليتي؟ ايش هي الفاكتورز افكتنج ذا سوليوبيليتي؟ اوكي؟ في عندي 3 رولز. هدول هم الثلاث عوامل اللي بياثروا على عمليه السوليوبيليتي. شنو السوليوبيليتي؟ انه انا بدي اجيب ماده بدي اذوبها في داخل ماده اخرى. السؤال بده يطرح نفسه. Is it soluble or non-soluble؟ هل تذوب ولا لا تذوب؟ هاي المقصود. أنا عندي مادة بدي أذوبها في مادة ثانية، بدي أسأل حالي هل تصلح إنه هاي المادة أستخدمها كسولفنت عشان أذوب السبستانس اللي أنا بدي إياها ولا لا؟ بيحكمني ثلاث عوامل، شو بيحكمني في هذا الموضوع؟ ثلاث عوامل. العامل الأول اللي هو الستركتشر، زي ما تقولنا عن البولاريتي، هل المادة بولر ولا نون بولر؟ إذا السبستانس اللي عندي هو بولر، فإذا لازم أدور له على سولفنت زيه بولر. اذا السبستنس اللي عندي نان بولر اذا لازم ادور له على ماده شو تكون زيه نان بولر. واضحه؟ اذا بولر مع بولر، اذا الاستراكشر مهم جدا. الاستراكشر ايش؟ مهم جدا ومهم اني اعدد البولاريتي، هل انا عندي هذا بولر ولا نان بولر؟ هل عنده كوفيننت بوندينج، هيدروجين بوندينج، هل عنده ايونيك بوندينج؟ عشان ادور له على ايش؟ على بولر سولفنت. اذا كان نان بولر خلاص، اذا شو بختار له السولفنت يكون نان بولر. تمام؟ اوكي. العامل الاخر اللي بياثر بشكل كبير جدا اللي هو البريشر، الضغط. ولما نيجي نحكي الضغط، الضغط دائما استخدمه مع المحاليل الغازيه. حطوا عندكم ملاحظه مهمه، دائما الضغط بياثر في الغازيوس سوليوشن، في الغازيوس سوليوشن المحاليل ايش؟ الغازيه. تتذكروا احنا في بدايه الفصل هنا في هذا التشابتر في البدايه، وين بدي ارجع للاول، انا اسف بس هيك. اي هون قلنا انواع المحاليل، قلنا في عندنا محاليل غازيه وفي عندنا محاليل سائله ليكويد سوليوشن، في عندنا محاليل صلبه سوليد سوليوشن، صح ولا لا؟ هيك. فاذا دائما البريشر بياثر في المحاليل الغازيه. شو يعني محاليل غازيه؟ انه يكون السوليوت هو غاز. لما يكون يا بنات السوليوت غاز معناته البريشر له تاثير. اوكي، البريشر شو بده يكون له تاثير، فهمتوا علي؟ واضح. اذا عندي هون البريشر افكت، متى بيكون هذا الافكت يعني له امباكت، له تاثير؟ متى؟ لما يكون السوليوت غاز. يعني انا بدي اجيب غاز اذوبه داخل سوليوشن، بدي اخليه يدخل داخل سوليوشن، داخل سولفنت معين. اذا السوليوت عندي ايش؟ السوليوت مش ليكويد، السوليوت مش صلب، السوليوت ايش ماله؟ في انه حاله، في الحاله الغازيه. عشان هيك انا بتكلم عن البريشر، هذه مهمه. اذا البريشر مهم جدا لما يكون انا عندي السوليوت غاز، السوليوت غاز زي المشاريب الغازيه، المشروبات الغازيه، البيبسي كولا والميرندا والسيفن والسبرايت وهي الاشياء كلياتها، هاي المشروبات الغازيه عباره عن غاز، ثاني اكسيد الكربون ذوبينه في المي، بس شكرا، ببساطه جدا، غاز ثاني اكسيد الكربون مذوبينه بالمي، كيف بده يذوبوه بالمي؟ بزودوا الضغط عليه. بزودوا ايش؟ increasing the pressure، بزودوا ضغط ثاني اكسيد الكربون فبيذوب في الماء. ماء البحار فيها اكسجين ذائب، الاسماك كيف بتعيش؟ الاكسجين بيذوب، لانه كل ما ننزل في البحر للاسفل الضغط بيزيد. فبنلاحظ دائما الاسماك تحب تنزل للاسفل ما بتطلع للاعلى، للاسفل ليش؟ لانه كميه الاكسجين بتكون اعلى. تمام؟ فاذا دائما لما اتكلم عن البريشر افكت انا بتكلم عن غاز، السوليوت شو بيكون؟ غاز. طبعا في قانون بيحكم هذا الكلام عشان نحسب شو علاقه الضغط مع كميه الاكسجين الذائب او مع كميه الغاز الذائب، في قانون اسمه هنريز لو. مين اللي درس هذا القانون؟ عالم اسمه هنري، فحط هذا القانون راح نتكلم عنه. الافكت الثالث اللي بياثر على عمليه السوليبيليتي اللي هي ايش؟ درجه الحراره، التمبرتشر افكت. ودرجه الحراره يا بنات بتاثر في المحاليل في الاكيوس سوليوشن، المحاليل ايش؟ المائيه في الاكيوس سوليوشن، بحيث مثلا يكون عندك ليكويد مع ليكويد، ليكويد مع ليكويد، يعني مثلا السوليوت ليكويد والسولفنت ليكويد، او السوليوت سوليد والسولفنت سوليد ليكويد. اوكي؟ بيأثر كثير في المواد الصلبة لما يكون السوليوت سوليد، زي مثلا الملح، السكر، كل الأملاح اللي بتعرفوها، هاي المواد صلبة. لما بدي أجي أذوبها في الماء في الأكوس سوليوشن، التسخين بالعادة أنت بتعرف التسخين بيحسن أو بزود من عملية الإذابة، بزود من عملية إيش؟ الإذابة. أوكي؟ رح نتكلم عن هذا الكلام، وفي قانون بيحكم هذا الحكي اللي بسموه قانون راولت، رح نمر عليه اليوم في هذه المحاضرة. راولت لو، راولت لو. تمام؟ يلا هندرس الاول الاستراكشر. الاستراكشر افكت اللي قلنا عنه البولاريتي، البولاريتي اذا كانت يا بنات اذا كان عندك انا الماده اللي عندي بولر،
المادة كانت عندي بولر، السبستنس يعني السوليوت اللي عندي هو بولر، وأنا بدي أذوبه داخل الماء. الماء إيش هو حكينا عنه؟ الماء بولر صح؟ الماء بولر، مذيب قطبي، ماء بولر. وإذا كانت المادة اللي عندي أيضا بولر، السبستنس اللي عندي السوليوت تبعي أيضا بولر، بالتالي بولر بحب البولر. فهاي المواد السبستنسز اللي بتحب الماء بسموها ووتر لافينج، بسموها بعطوها اسم هايدروفيليك. طبعا ليش كلمة هايدرو؟ اللي جاي من هايدرا اللي هو الماء، اسم كلمة يونانية هذا، اوكي، هايدرا هايدريشن، هايدرا تميه، اوكي. فاذا فيليك يعني محب، لافينج، فمعنى هايدروفيليك يعني ووتر لافينج، يعني هذا السبستنس تبعتي او السوليوت بحب الماء. ليش بحب الماء؟ واكيد معناته بده يكون زي الماء. شو يعني زي الماء؟ يعني بده يكون بولر، الاستراكشر تبعه شو بده يكون؟ بولر، تمام. طيب لو هذا السوليوت بيكره الماء، بحبش الماء، اوكي، نون بولر بده يكون، صح؟ بما انه بحبش الماء يعني ما بذوب في الماء، يعني هو نون بولر، شو بسموها؟ هايدروفوبيك. فوبيك جاء من كلمه فوبيا، خوف، بسموه ووتر فيرينج او ووتر هيتنج، يكره الماء، عكس اللافينج هيتنج، ووتر هيتنج يكره الماء، اوكي. الاويل نون بولر، فالاويل لا يذوب في الماء، بسموه ووتر ايش؟ ووتر هيتنج، ووتر فيرينج، بخاف من الماء الاويل. ليش الاويل بخاف من الماء؟ بحبش يذوب في الماء، لانه نون بولر والماء قطبي بولر، فبيكرهوا بعض، تمام. فاذا هذا الهايدروفوبيك والهايدروفيلك، هذول المصطلحين اللي نستخدمهم في حاله السولفنت عندي ماء، هايدرو سولفنت عندي ماء، اوكي، سولفنت ماء. طيب هذا السبستنس او هذا السوليوت اذا بذوب في الماء بده يكون بولر، فبنسميه هايدروفيلك. اما اذا هذا السبستنس او هذا السوليوت ما بذوب في الماء، بيكره الماء، يعني نون بولر، شو بنسميه؟ هايدروفوبيك. شو بنسميه؟ هايدروفوبيك. شوفوا هنا مثال، هي امثله على الهايدروفيلك، امثله على الهايدروفيلك اللي هو الفيتامين سي. الفيتامين سي بذوب في الماء، انتم تعرفوا تشربوا هذا الفيتامين سي الفوار، تاخذي بتحط القرص في داخل كاس من الماء، بذوب مباشره. ليش؟ هاي ايش هاي الروابط؟ هاي بولر، هايدروجين، هاي ايش؟ شو عندك؟ الماء طبعا قطبي، هيدروجين بوندينج، وهذا ايضا في عندك هيدروجين بوندينج، فبتكون هيدروجين بوندينج ما بين جزيئات الفيتامين سي وجزيئات الماء، فبالتالي بصير في عندي الانتر اكشن قوي جدا، وبصير عندك المحلول بسرعه بتكون، اوكي؟ ايضا الفيتامين اي، ريتينول، الفيتامين اي، طلعي في عندك مجموعه ايش؟ الهيدروكسيل او اتش، فاذا هذا عباره عن مواد، هذول عباره عن ايش؟ هذول عباره عن هيدروفيليك، بسموهم هيدروفيليك، بذوبوا في الماء. They are soluble in water because ايش؟ because they are polar molecules. Because what? Because they are polar molecules. تمام يا بنات؟ هذا في حالة مين؟ في حالة الستركتشر افكت. خلينا نتكلم الآن عن البريشر افكت. البريشر افكت بيأثر في حالة لما يكون السوليوت ايش ماله حكينا عنه؟ السوليوت بيكون غاز. السوليوت شو حكينا عنه؟ بيكون غاز. السوليوت بيكون غاز. لكن البريشر ما له تأثير في حاله لو كان السوليوت ليكويد او سوليد، ماشي؟ يعني انا لو اجيب سكر اذوبه بالمي، شو دخل الضغط؟ ماليش ضغط، ماليش ده، ماليش اي تاثير، اوكي. لو بدي اخذ مثلا الكحول اذوبه في الماء ليكويد، من الكحول ليكويد اجي اذوبه بالمي، الضغط ماليش دخل، اوكي. ليش؟ لانه احنا بنات على سطح الكره الارضيه بالوضع الطبيعي احنا بنشتغل عند الاتموسفيريك بريشر، ثبوت الضغط، مش هنقدر احنا نتكلم عن دلتا اتش تشينج اوف انثالبي، صح ولا لا؟ لانه ثبات البريشر عندي انا، البريشر دائما ايش مالها؟ ثابت عندي، اوكي؟ فلذلك احنا البريشر ما بياثر في حاله الليكويد وفي حاله السوليد، اوكي؟ بياثر وين؟ في حاله لما يكون السوليوت عندي ايش؟ غاز. الان شو القانون اللي درسه هنري؟ هنري قال لك سي الكونسنتريشن اوف ديزولف جاز، تركيز الغاز الذائب في المحلول، ها ديزولف جاز، تركيز الغاز الذائب في المحلول شو يساوي؟ يساوي كي ضرب بي. طبعا الكي اللي هو كونستانت ثابت هنري، والبي اللي هو الضغط الجزئي، البارشل بريشر، الضغط الجزئي لمين؟ للغاز، للسوليوت، غاز سوليوت ابوف ذا سوليوشن. وش العلاقه ما بين التركيز والضغط؟ علاقه طرديه، دايركتلي بروبورشنال، بمعنى كل ما كان ضغط هذا الغاز عالي، قدرة هذا الغاز انه يذوب في هذا السولفنت ايش بصير فيها؟ تزيد اكثر واكثر. كل ما احنا بنزود الضغط كمية الغاز اللي حتذوب حتكون ايش؟ عالية. كل ما احنا بنزود الضغط كمية الغاز اللي بذوب ايش مالها؟ عالية. لذلك المشروبات الغازية بيحفظوها داخل الماء، كيف؟ هذا الغاز ثاني اكسيد الكربون مع زيادة الضغط، بيضغطوه. يعني بيعبوا المشروبات الغازية داخل البوتلز او داخل الكانز، العلب هاي،
ضغط ايش بيكون؟ ضغط عالي. ضغط ايش بيكون؟ ضغط عالي. فبصبح هذا الغاز ذائب وين؟ داخل السائل الماء. اول ما نفتح البوتل، اول ما نفتح الكان او البوتل، خلاص بصير عندك الاتموسفيريك بريشر. طب تعرف الغاز راح ينتقل من الضغط العالي للضغط ايش؟ المنخفض. داخل العلبه بيكون الضغط كثير عالي، فاول ما نفتح العلبه الغاز راح يطلع من الضغط العالي لوين بده يروح؟ للخارج، الاتموسفيريك بريشر. فبنلاحظ مثلا علبه الكولا اذا بنفتحها بعد كم من دقيقه بنلاحظ انه الغاز ايش ماله؟ طلع منها بشكل سريع، اوكي؟ هاي مثلا احنا كل ما نزود الضغط، كل ما نزود الضغط ضغط الغاز بصير عمليه اذابته ايش؟ للمحلول بتزيد اكثر واكثر. طيب؟ في عندي هون برضه ملاحظه مهمه لازم نحكي لكم اياها على قانون هنري. انه قانون هنري يصلح، اوكي؟ يصلح او اوبيد، شو يعني از اوبيد؟ يعني ممكن نتبعه او يتبع او يعني يتبع او يصلح او يعني كان بي ساتسفايد او كان بي ابلايد، يتم تطبيقه. متى؟ بشرط انه الغاز لما انا بدي اجي اذوبه داخل السوليوشن او داخل سولفنت معين ما يصير لهذا الغاز ديسوسيشن، تفكك داخل السولفنت، او ما يصير تفاعل كيميائي كيميكال رياكشن بين السوليوت والسولفنت. السوليوت هو غاز، بمعنى انا بدي اجيب غاز ثاني اكسيد الكربون في المشروبات الغازيه واخليه اذوبه داخل الماء، اذوبه ايش؟ داخل الماء، بزود الضغط تبع السي او 2 فالسي او 2 راح يذوب داخل الماء، لكن شرط السي او 2 ما يتفاعل مع الماء، ما يصير في عندي تفاعل كيميائي بحيث انه يعطيني برودكت جديد، نو. اوكي، الاكسجين بدي اذوب الاكسجين داخل الماء، نفس الكلام غاز النيتروجين، غاز الهيدروجين، اوكي، ما يكون في عندي تفاعل كيميائي بيناتهم، او ما يصير في تفكك لهذه الماده. السوليوت او الغاز ما يتفكك، ما يصير له ديكومبوزيشن او ما يصيرلوش ديسوسيشن، فيحافظ على حاله، تمام؟ مثال، لكن على سبيل المثال الـ HCl، غاز الـ HCl، طبعا الـ HCl ممكن يكون على شكل غاز، ممكن يكون على شكل ليكويد، تمام؟ الآن الـ HCl هذا بوجود الماء بتحلل بيعطيك H بلس زائد Cl ماينس، صار له ديسوسيشن. إذا هل الـ HCl هون الغاز هذا بينطبق عليه قانون رؤول؟ بيطبق عليه القانون هذا؟ طبعا لا. في حالة الـ HCl is not obeyed، لا ينطبق عليه، اوكي، لا ينطبق عليه قانون رؤول. ليش يا دكتور؟ لانه الـ HCl الغاز هنا when it is dissolved in water شو بصير له؟ ايش بصير له؟ dissociation، بتفكك، بعطيني H plus Cl minus، فما بزبط، لازم يضل زي ما هو HCl، ضل HCl، اوكي. اذا صار له dissociation معناته Henry's law is not obeyed. Henry's law is ايش؟ is not obeyed. طيب يلا ناخذ قانون، نسأله نحل على قانون هنري، لأننا بنحب المسائل عشان واحد يكون فاهم. سؤال: certain soft drink، تعرف soft drink، بيبسي، كولا، أي شيء، أوكي، هاي البوتل، العلبة طبعا معمولة على حرارة إيش؟ على حرارة 25 درجة مئوية، أوكي، شو في هنا حاطين فيها؟ غاز CO2، CO2 بنحطه داخل هذا الليكويد، داخل هذا السوليوشن. شو الغاز؟ CO2. ضغط الغاز، ضغط السي او 2 حكينا عشان اذوبه داخل السوليان، داخل السولفنت واعمل منه سوليوشن، لازم يكون الضغط ايش؟ ضغط عالي كبير. شو الضغط عندك؟ 5 اتموسفير. 5 اتموسفير، تعرف شو يعني 5 اتموسفير؟ يعني 5 اضعاف الضغط اللي احنا عايشين فيه، الاتموسفيريك بريشر. احنا الضغط اللي عايشين فيه 1 اتموسفير، صح؟ الاتموسفيريك بريشر 1 اتموسفير. احنا بنضغط ثاني اكسيد الكربون داخل هاي العلبه تبعت المشروبات الغازية 5 أضعاف الضغط، ضغط كبير 5 أضعاف، أوكي؟ طيب، لكن assuming that the partial pressure of CO2 in the atmosphere، الضغط الجزيئي أو الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون في الأتموسفير، في الهواء اللي احنا عايشين فيه، في الهواء الخارجي، كم؟ قيمته قليلة، 4 في 10 سالب 4 أتموسفير، كمية، مقدار بسيط جدا، أوكي؟ هذا شيء طبيعي، لانه غاز ثاني اكسيد الكربون يا بنات غاز اصلا بيعمل اختناق، غاز ما بصيرش الانسان يستنشقه، يعني في ناس بتموت منه اذا استنشقتي من يعني تعرضت لغاز ثاني اكسيد الكربون لفتره طويله بيؤدي للاختناق والوفاه، اوكي، فشيء طبيعي اصلا يكون كميته في الغلاف الجوي قليله. وطبعا هو بينتج من وين غاز ثاني اكسيد الكربون؟ من الحرق، احنا بنحرق الوقود الاحفوري عشان نولد الطاقه، ومن عوادم السيارات وخلافه، كله بيؤدي الى ايش؟ خروج ثاني اكسيد الكربون. يمكن درستوا انتوا انفايرمنتال كيمستري، كيمياء البيئه، عرفتوا شو مدار ثاني اكسيد الكربون. فلذلك المفروض ثاني اكسيد الكربون يضل كميته ايش؟ قليله. اصلا السي او 2 بسبب شيء ما يعرف بالجرين هاوس افكت، ظاهره الانحباس الحراري، صح ولا لا؟
ممكن درستوا هذا الكلام. فاذا لازم يكون نسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي تكون قليله ضغطه، شيء معروف. لكن في المشروبات الغازيه بيكون ضغطه ايش؟ عالي. ولا كيف انا بدي اذوبه؟ اوكي. اذا شو السؤال بيحكي لي؟ كالكوليت، احسبي ذا ايكوليبريم كونسنتريشن اوف سي او 2. الان بدي اطبق قانون قانون هنري عشان احسب شو تركيز سي او 2 وين؟ في هذه الصودا، في هذا السوفت درينك، في المشروبات الغازيه، بيفور اند افتر ذا بوتل از اوبن، قبل ما افتح البوتل وبعد ما افتح البوتل. يعني انا عندي البوتل وهي مسكره، ضغط الغاز فيها السي او 2 كان ايش؟ ضغطه 5 اتموسفير. فبناء على ذلك شو حيكون التركيز؟ هذا سؤال. هي معناته بفور وافتر، لما اجي افتحها افتح العلبه خلاص السي او 2 بده يطلع للخارج، شو بده يصير ضغطه السي او 2؟ نفس ضغط الاتموسفيريك بريشر. هيك اوكي بنحسب تركيزه، تمام. طيب شو بيلزمك انت؟ بدك تكون عارف قيمه الكي الثابت، هو اعطاني الضغط، اذا شو لازم اعرف قيمه الكي عشان اطلع التركيز؟ الكي حكى لك في السؤال قيمه الكي الكونستانت 3.1 × 10 ضرب 10 قوة سالب 2 مول لكل لتر اتموسفير. خلص هذا تطبيق مباشر على القانون، هي تركيز السي او 2 تساوي الكي في البريشر لمين؟ بارشل بريشر للسي او 2. وقيمه الكي اعطاني اياها. الان ان اوبن بوتل، شو يعني ان اوبن؟ قبل ما افتح البوتل، قبل ما افتح البوتل شو كان ضغط السي او 2؟ كان ضغطه 5 اتموسفير. فبضرب قيمه الكي ضرب 5 اتموسفير، طبعا حسب الكونستانت اتموسفير رح تختصر مع الاتموسفير. طب شو بضل عندك التركيز؟ مول لكل لتر. كم التركيز؟ 16% مول لكل لتر، هذا تركيز عالي. اوكي؟ طيب الان اوبن بوتل، لما افتح انا البوتل اكيد الغاز بده يطلع من الضغط العالي لوين بده يروح؟ للضغط المنخفض، فالغاز كله رح يطلع، فلما يطلع الغاز اكيد تركيزه شو بده يصير فيه؟ بده يقل. نفس الكلام باجي بضرب الكي، الكي اعطاني اياها في الضغط، الان الضغط كم صار؟ اللي هو الضغط هيو الاتموسفيريك. ضغط السي او 2 في الاتموسفير كم صار؟ 4 × 10⁴. طلع القيمه كم صارت؟ نزلت 10⁵، انخفض جدا التركيز، وهذا الحكي منطقي. ليش؟ الضغط لما انخفض الضغط قل الضغط بشكل كبير، كان هنا 5 اتموسفير صار الضغط هنا 10⁴، الضغط نزل بشكل كبير جدا، فاكيد الكونسنتريشن شو راح يصير فيه؟ راح يقل. هذا السؤال تطبيق مباشر على القانون. اوكي؟ لكن وين بدي نركز؟ نركز في نقطة مهمة جدا. انه بيجينا زيه بكره بالامتحان، طبعا هذا مش داخل معاكم انتم بال وين؟ مش داخل معاكم بالميد، انتم عارفوا انتم عارفين الميد هو تشابتر 5 تشابتر الغازات، وتشابتر 10 تبع السوليد والليكويد، وتشابتر 6 تبع الثيرموكيمستري، هذا مش داخل معاكم بالميد، بدخل معاكم على الفاينل. فبتفرضي على الفاينل جاك سؤال زي هيك، ورحتي انت حليتي طلع معك التركيز لما فتحنا البوتل اعلى من التركيز وهي البوتل مسكره، شو عرفي انه حلك؟ غلط، تاكد من حلك من حساباتك. يعني انا المهم انا دائما بركز للبنات، دائما يا طلاب يا من يا بنات، انه انا الرقم اللي بيطلع معي لازم افسره منطقيا لوجيكلي. اوكي؟ مش انه والله خلص انا طلع عندي رقم ومشي، احنا مش بنتعاملش مع الارقام صماء. كل رقم له معنى، الرقم له معنى، فننتبه انه انا اوبند ولا ان اوبند. تخيل انت طلعت الجواب في الان اوبند. اوكي؟ المفروض لما تفتح البوتل لازم الضغط، بما ان الضغط قل اذا لازم التركيز يكون قليل. فافترضي انت حليتي خربطتي في الاله الحاسبه لاي سبب ما، في عندي يكون 10 قوه سالب 4 غلطت على الاله الحاسبه، يطلع الجواب معك هون اعلى من هون، عرف انه حلي غلط، بوقف براجع حلي، مش انه خلاص طلع معي جواب يلا بنتقل على السؤال اللي بعده. حرام، الواحد يخسر علامات من اشياء بسيطه جدا. طيب احنا الان خلصنا العامل الثاني، الافكت الثاني، درسنا الافكت الاول structure polarity الهيدروفيليك وهيدروفيليك، درسنا قانون الهنري اللي هو علاقته الضغط، وحكينا هاي اللي بتاثر في حاله الغازات لما يكون السوليوت غاز. الان بندرس ايش الايفكت الثالث اللي هو التمبرتشر، حكينا التمبرتشر بتاثر في حاله المحلول المائيه الاكويوس سوليوشن لما يكون السوليوت سوليد، لما يكون السوليوت سوليد زي السكر زي الاملاح كل انواع الاملاح المواد، يكون السوليوت ماده صلبه بتذوبها في السائل في الماء، الحراره ايش مالها؟ بتاثر بشكل كبير جدا، والعلاقه بتكون علاقه طرديه. Temperature effect for aqueous solution. بقول لك although بالرغم من solubility of most solids وين؟ في الوتر. احنا الان بنتكلم ان السولفنت اللي عندي ايش هو السولفنت؟ هو الماء. فمعظم المواد الصلبه السوليوت يكون صلب، ذوبه في الماء كسولفنت، شو بصير السوليبيليتي؟ بتزيد مع ايش؟ مع درجه الحراره، وهذا شيء طبيعي.
هذا ايش طبيعي؟ لانه مع زياده درجه الحراره اسخن، اوكي، انا شو بعمل؟ بخلي السوليوت، جزيئات السوليوت تبتعد عن بعض البعض، يعمل سيبريشن بشكل اسرع، وايضا جزيئات الماء تبتعد عن بعض البعض ايضا بشكل اسرع، فبالتالي عمليه الانتر اكشن شو بصير فيها؟ بتزيد بشكل اكبر، وبالتالي السوليبيليتي اشمالها تتحسن. لكن في عندنا بعض الحالات الشاذه اكسبشنال كيسز، انه في بعض انواع السوليت لا، مع التسخين السوليبيليتي تبعتها بتقل. ايه هيك؟ اوكي؟ في بعض المواد السوليبيليتي تبعتها بتقل مع درجه الحراره، لكن جنرالي اولموست موست كل غالبيه المواد كل السوليد في الماء مع درجه الحراره شو بصير في السوليبيليتي تبعتها؟ بتزيد. اوكي؟ طب لو نسالكم عن الغازات، شو علاقه الغاز مع درجه الحراره؟ السوليبيليتي اوف غازز مع درجه الحراره علاقه ايش بتكون؟ علاقه عكسيه دايركتلي بروبورشنال. الغاز اذا انا بسخن برفع الحراره ببطل يذوب في الماء، بيطلع من الماء. اوكي؟ بيطلع ايش من الماء؟ بتقل السوليبيليتي تبعته. اوكي؟ ليش؟ انه بتعرفوا احنا لما درسنا في شابتر 5 قلنا اصلا الغازات الفورسز بيناتها عديمه، يعني هي عباره عن ديسبرجن فورسز، لندن فورسز، روابط ضعيفه. فمع اذا انا بعمل حراره بسخن، اوكي، فمعناته الانتر اكشن ما بين الغاز اللي هو سوليوت وما بين السولفنت شو بده يصير فيه؟ بده يضعف، لانه انا بزود الغاز بعطيه كاينتيك انرجي بالتسخين، فبيطلع ايش؟ برد بيطلع للاعلى بفك. تمام؟ فلذلك يا بنات مهم جدا اذا انا بدي ازود السوليبيليتي لاي غاز ازيده، ازيد ذائبيته في اي محلول، المفروض اني ازود الضغط حسب ما درسنا في قانون هنري، وشو اعمل في الحراره؟ ابرد، اخفض الحراره. هذه مهم جدا، يعني اي غاز عشان اعمل انكريزنج في السوليبيليتي تبعته لازم انه نعمل زياده البريشر، انكريزنج ذا بريشر اند ديكريزنج ذا تمبرتشر، ديكريزنج ذا تمبرتشر، نقلل الحراره. اذا انا قللت الحراره وزودت الضغط في هذه الحاله السوليبيليتي للغازات شو بصير فيها؟ تزيد بشكل كبير جدا. مشان هيك يمكن برضو انتم درستوا هذا الحكي في الانفايرمنتال كيمستري، ما بعرف درستوه ولا لا، في شيء بسموه ثيرمال بوليوشن، التلوث الحراري، ثيرمال بوليوشن. شو الثيرمال بوليوشن يا دكتور؟ الثيرمال بوليوشن بتعرفوا احنا البحار او الانهار او البحيرات بتعيش فيها الكائنات الحيه، اسماك وطحالب و وخلافه، صح؟ كيف بتعيش؟ بيكون فيها اكسجين، اكسجين ذائب في المي، كويس؟ طيب بيجي احنا مصنع ببنوه جنب بحيره، جنب نهر، جنب بحر او شيء، بتعرف المصنع فيه اجهزه، الات، معدات، بيستخدموا الماء عشان يعمل عمليه تبريد، الكولينج، ولا لا؟ ببردوا. حتى انتوا في اللابات، لاب الاورجانيك، مش كنتوا تعملوا التجارب تركبوا فيها المكثف الكوندنسر وتكونوا رابطينه مع الماء عشان يعمل تبريد، ولا كيف بده يشتغل الكوندنسر؟ اوكي؟ فهذا الماء اللي بيخرج من عمليه التبريد بيكون ماء حار، اوكي، لان الماء بيكون بارد، بيدخل على الجهاز، على الجهاز، على الماكينه، على المشين، بيعملها تبريد، فالماء بيمتص الحراره فبيخرج. هذا الماء وين كانوا زمان يملوه؟ ينزلوه على البحر، على ماء النهر، على ماء بحيره. اوكي، ماء مش ملوث، فيش في عناصر، يعني ما في عناصر ملوثه، هو بس ماء حار ساخن. فشو بيعمل هذا الماء؟ بيرفع درجه حراره البحيره، او بيرفع درجه حراره النهر، او بيرفع درجه حراره البحر، بيرفع الحراره. شو اللي بيرفع الحراره؟ بيؤدي الى ايش؟ تقليل. لما ترتفع درجه حراره البحر مثلا او البحيره، شو بصير في كميه الغازات الذائبه؟ بتقل، فالاكسجين بقل الذائب، فبيؤدي الى موت الاسماك. هذا الحكي درسوه، يعني انتبهوا له العلماء، يعني زمان، مش الايام هاي، سابقا، يعني بجزء من 50 60 سنه او قبل، واكتشفوا انه في بعض البحيرات صارت البيئه البحريه تموت. طب شو السبب؟ فكروا انه في دخل ماء ملوث، بعض العناصر السامه دخلت للماء، وجدوا انه لا، ما في. شو لما درسوا وبحثوا وجدوا انه بعض المصانع بتنزل الماء الحار تبعها اللي هو جاي من عمليه التبريد على ماء البحر او ماء البحيره هاي، فبيؤدي الى ايش؟ نقصان تركيز الغاز الاكسجيني الذائب، فبيؤدي الى موت الاسماك. هذا بسموه ثيرمال بوليوشن، التلوث الحراري. فبنبنى، فالمفروض انه نحافظ على درجه حراره المياه بدرجه معينه عشان يضل عندي كميه الغاز الذائب خاصه الاكسجين بنسبة ممتازة عشان الأحياء البحرية إيش تستطيع أنها تعيش. طلعوا مثلا هون هاي المواد الصلبة، شوفوا كيف السكر، طبعا هون عندك التمبرتشر درجة الحرارة تزيد لغاية 100، طبعا هون عندك كمية السوليبيليتي الذائبة لكل 100 جرام من الماء، طلع السكر. كل ما بنسخن أكثر السوليبيليتي إيش بصير فيها؟ تزداد. شوفوا عندك هون البوتاسيوم نيتريت، هاي البوتاسيوم نيتريت، هذا المنحنى تبع البوتاسيوم نيتريت، اوكي، برضه بزيد. الصوديوم، صوديوم نيتريت، برضه هي صوديوم نيتريت. في عندك الصوديوم بروميد، هي الصوديوم بروميد بزيد.
البوتاسيوم برومايد الكي بي ار، هاي الكي بي ار برضه بزيد، كله بتزيد. الكي سي ال بوتاسيوم كلورايد هاي اللي بالازرق، كل هذا اللي بالازرق ايش؟ كلياته مع زياده الحراره السوليوبيتي بتزيد. طبعا هاي كلياتها مواد صلبه سوليد ماتيريال كسوليوت، وبدي اذوبها في الماء. لكن مثلا زي ما حكيت لكم في بعض المواد الصلبه بالعكس مع زياده الحراره السوليوبيتي تبعتها بتقل، زي ايش؟ زي الصوديوم سلفيت. شوف الصوديوم سلفيت هي بالاحمر السوليوبيليتي تبعته بتقل مع التسخين، السيزيوم سلفيت ايضا بتقل مع ايش؟ مع التسخين. هاي المواد هيك بتشتغل بهاي الطريقه. اوكي؟ شوف هون عندك الغازات، الغازات حكينا انفيرسلي بروبورشن علاقه عكسيه، اذا انا بسخن برفع الحراره الغاز الذائب بقل. شوف الاكسجين مع التسخين بتقل، شوف بتقل السوليوبيليتي تبعته بشكل كبير بتقل. شوف مثلا الاكسجين هنا على حراره مثلا عند 5 مئوي، هون مثلا هون 10 كانت، هون في النص عند الخمسه، عند الخمس درجات مئوية كان الأكسجين الذائب تقريبا 2 الصليبيتي تبعته، الرقم 2. شوف لما نرفع الحرارة لوين نوصلها؟ لغاية ال 25 على درجة الحرارة العادية الروم تمبرتشر. شوف عند ال 25 على الروم تمبرتشر شوف النسبة بتقل، بتصير تقريبا 1.2، فنزلت من 2 ل 1.2. شوف عند ال 30 عند مثلا إذا سخن عند ال 30، هاي عند ال 30 بالنسبة للأكسجين، عند ال 30 برضه بتقل بتصير تقريبا 1.1، نزلت من 2 ل 1.1، يعني نزلت بشكل كبير جدا، يعني تقريبا للنص نزلت. يعني انا لما اسخن الحراره الماء تسخن حرارته من 5 درجات مئويه تصير 30 درجه مئويه، تقريبا كميه الاكسجين الذائب بتنزل للنص، يعني من 1 تقريبا 1.1، من 2 بتنزل لغايه ال 1 1 1 بالعشره. فهذا مهم جدا انه نحافظ على كمية الغازات الذائبة. طبعا كل الغازات، غاز الميثين، غاز الاكسجين، غاز الكربون مونوكسيد، النيتروجين، الهيليوم، كلياتها بتتأثر مع ايش؟ مع درجة الحرارة والعلاقة شو حكينا عنها؟ العلاقة عكسية. واضح بنات؟ تمام؟ طيب الآن عندنا موضوع جديد، موضوع آخر برضو له علاقة بدرجات الحرارة وهو مهم جدا. اوكي؟ اللي هو شيء بسموه البيبر بريشر للسولفنت والفيبر بريشر للسوليوشن. الفيبر بريشر للسولفنت والفيبر بريشر للسوليوشن، هذا مهم ركزوا معي، هو سهل بس عشان تفهموها بشكل مبسط. مره ثانيه احنا نحكي السوليوشن، بحب دائما انا اركز على المبادئ الاساسيه وكيف نكون فاهمين. السوليوشن هو عباره عن ايش؟ السوليوشن عباره عن سوليوت بدي احطه اذوبه داخل ايش؟ سولفنت. معناته انا بالاساس عندي شو كان؟ عندي سولفنت، وهذا السولفنت في الاساس شو كان؟ بيور. يعني بيور انه انا مش خلط معه ولا اي شيء. نفترض الماء، شو عندك السولفنت البيور سولفنت؟ هو الماء. البيور سولفنت هو الماء. انا عندي ماء نقي مش مذوب فيه ولا اي ماده اخرى، تمام؟ طيب هذا الماء البيور سولفنت مش له ضغط جزئي، صح ولا لا؟ مش له ضغط فيبر بريشر او ضغط بخاري بنسميه. شو يعني ضغط بخاري؟ احنا نعرف دائما الليكويدز السوائل بتكون دائما في حاله اتزان ما بين الليكويد والفيبر، الليكويد والفيبر. اوكي؟ لعد كيف بصير عندي عمليه التمخر الايفابوريشن؟ مثال، احنا الان لما نغسل ملابسنا، انا عندي قميص او تي شيرت بدي اغسله، غسلته مش بيكون مبلول بالمي؟ طب كيف اتخلص من المي؟ بدي انشفه اجففه، يعني الماء لازم ايه؟ يتبخر. سؤال، انا ببخر الماء على درجه حراره 100، طبعا لا، الماء عند ال 100 بيغلي، بس انا ما بدي اوصل للغليان. بنلاحظ انه شو بتعمل امهاتنا في البيوت او الشغاله شو بتسوي؟ بتجيب القميص بتحطه على المنشر. اوكي، اذا انا ما عنديش نشافه مثلا، اوكي، بحطه على منشر بتركه مثلا 4 ساعات 5 ساعات حسب درجه الحراره، برجع عليه بعدين بجده ناشف. شو يعني ناشف؟ يعني الماء تبخر. طب انا ما يعني ما عملت له شيء، عمليه عكس تلقائيه، هاي spontaneous process، تمام؟ عمليه تلقائيه evaporation للووتر. ليش؟ لانه في عندي حاله equilibrium اتزان ما بين السائل في حاله الليكويد وما بين ايه؟ جزيئات السائل في حال ما بين جزيئات السائل وما بين ايه؟ جزيئاته في الحاله الغازيه gaseous particles. فالماده لما تتبخر شو حتعمل؟ تتحول للحاله الغازيه. شو يعني الحاله الغازيه؟ بتعمل بريشر، ضغط. اي ماده في الحاله الغازيه لها ضغط ولا لا؟ حول شو بسموه؟ بسموه الضغط البخاري، الفيبر بريشر. فالماء له ضغط بخاري، له فيبر بريشر. سؤال، متى السائل يبدا بالغليان؟ السائل متى بيبدا في الغليان؟ هذا الحكي حكيناه لما تكلمنا في شابتر 10 اللي عندكم حنمتحنوا فيه المد ان شاء الله. اي سائل متى يبدا بالغليان بالبويلينج؟ لما يكون الفيبر بريشر تبعه الضغط البخاري للسائل
يساوي ايش؟ يساوي الضغط الجوي الاتموسفيريك بريشر. مش هي البويلنج بوينت، هي ضغط يعني نقطه الغليان، عند نقطه الغليان درجه الغليان بيكون الفيبر بريشر الضغط البخاري للسائل بيساوي ايش؟ بيساوي الاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي. معروف صح ولا لا؟ اذا احنا دائما المواد السائله بيكون لها فيبر فوقها، اوكي؟ بكون بس ايش عندي حاله اتزان، حاله اتزان ايكوليبريم ما بين الحاله السائله والحاله ايش؟ بين الحاله السائله والحاله الغازيه، ما بين الحاله السائله والحاله الغازيه، اوكي؟ طيب الان انا عندي ماء نقي بيور ووتر، عندي ايش؟ ماء نقي بيور ووتر، رحنا جبنا سكر وذوبناه فيه، شو جبنا؟ سكر وذوبناه فيه، وجد العلماء انه اصبح الان، انا في الاول شو كان عندي؟ كان عندي ماء لحاله بيور سولفنت، لما جبت السكر وذوبته في الماء شو صار اسمه الان؟ اسمه بيور سولفنت؟ لا، صار اسمه سوليوشن. شو صار اسمه الان؟ سوليوشن. ليش؟ لانه صار في سوليوت وفي عندي سولفنت، صار في عندي ايش؟ سوليوشن. فلما اجوا درسوا وجدوا انه الفيبر بريشر، الفيبر بريشر للماء في داخل هذا السوليوشن اقل من الفيبر بريشر للماء وبحاله النقيه وحاله سولفنت بيور سولفنت. مره ثانيه احنا جبنا ماء لحاله، ماء نقي بيور ووتر، عندي ماء نقي بيور ووتر ما في اي شيء، له فيبر بريشر، اوكي، له فيبر بريشر. طيب بعدين رحنا جبنا هذا الماء ووضحنا فيه سكر، شو تكون عندي؟ تكون عندي اكيوس سوليوشن، محلول مائي، محلول مائي. الان وجدوا انه الفيبر بريشر للماء، للماء داخل هذا السوليوشن بيكون اقل، اقل من الفيبر بريشر للماء وفي حاله ايش؟ وفي حاله النقاوه از از سولفنت بيور سولفنت. لان السبب ليش؟ هاي القانون او هاي العباره اللي نصل لها، the vapor pressure of a pure solvent is greater، في حاله هو بيور لحاله بيكون ضغطه البخاري is greater than that what in the solution، هو في حاله السوليوشن. انا عندي سولفنت ضغطه البخاري وهو لحاله بيكون اعلى من ضغط البخاري لما يكون داخل محلول. شو السبب يا ترى؟ السبب بسيط جدا. السبب يا بنات، السبب بسيط جدا. شو السبب؟ ده افرجيكم هنا بالشكل هذا، انه انا هاي هذا عندي انا بيور سولفنت افترضوا ماء، وانا الجزيئات السولفنت ماء لحاله بتكون عندها حره فري، عندها حركه عاديه، تمام؟ فاذا انا بيكون في عندي ثيرمال ايكوليبريم ما بين جزيئات الليكويد وجزيئات ايش؟ الغاز، اوكي، تحرك بحريه. طيب لما انا اجيب سوليوت، السوليوت هذا يكون ايش؟ السوليوت نون فولاتايل، غير متطاير، يعني زي الاملاح، اي ماده ملح عاديه، سائل معين، ميثانول، اي شيء، ماده غير متطايره، وذوبها داخل وين؟ ذوبها داخل الماء، بحيث انه شو يتكون عندي؟ يكون عندي سوليوشن محلول. اذا احنا حكينا كيف بتكون عندك السوليوشن؟ تذكروا كيف قلنا السوليوشن اليوم؟ حكينا لازم انه السولفنت نعمل ايش؟ سيبريشن للسولفنت، جزيئات السولفنت، ونعمل سيبريشن لجزيئات السوليوت، بعدين في الخطوه الثالثه يصير الميكسينج. شو يعني ميكسينج؟ يصير عندي انتر اكشن ولا لا؟ بدها تيجي جزيئات السولفنت اللي لونها اخضر تحيط وتمسك بجزيئات السوليوت، صح؟ واضح؟ بمعنى افترضي هون انا عندي عدد جزيئات السولفنت، عددهم كان 1000 جزيء، عدد جزيئات السولفنت كان 1000 جزيء، فبالتالي هدول ال1000 جزيء بيكونوا في حاله اتزان ايكوليبريم ما بين الحاله السائله والحاله الغازيه، هدول فري مش ماسكين بشيء، 1000 جزيء. طيب لما انا عملت سوليوشن نزلت سكر، فمعناته الجزيئات الماء هل هم فري زي في الحاله الاولى؟ طبعا لا. ليش يا دكتور؟ لانه بتيجي عدد معين من جزيئات الماء راح تحيط وتعمل انتر اكشن مع مين؟ مع جزيئات السوليت اللي هو السكر او الملح او اي ماده اخرى، فبالتالي عدد جزيئات الماء الحره اللي بدهم ضلوا هل حيكون عددهم 1000 عشان يكونوا يعملوا لي فيبر بريشر؟ طبعا لا. نفترض جدلا انه انا اجى من ال1000 400 جزيء من الماء احتاطوا او حوطوا او عملوا انتر اكشن مع جزيئات السوليت، معناته كم جزيء من الماء اللي ضلوا فري؟ كم من ال1000؟ ما راح 400 عشان يحيطوا بجزيئات السوليوت، كم ضل عندي؟ ضل 600. فال600 جزيء اللي بضلهم هم اللي راح يعملوا لي الفيبر بريشر للماء في داخل هذا السوليوشن، فبالتالي اكيد بما انه عددهم اقل، اوكي، اذا اكون حيكون معناته الضغط البخاري اللي حينتج ايش؟ حيكون اقل، فبالتالي دائما يا بنات الفيبر بريشر
لاي سولفنت وفي حالته النقيه بيور، يعني من غير ما اخلطه مع اي شيء ثاني، بيكون اعلى من الفيبر بريشر لهذا السولفنت لما يكون ايش؟ مخلوط مع ماده ثانيه. مخلوط مع ماده ثانيه، فهمتوا علي؟ واضح؟ طيب the presence of non-volatile solutes، لما انا اضيف سوليوت هنا شو حيعمل السوليوت؟ يعمل inhibition، تثبيط لمين؟ escaping of solvent molecules، لان السولفنت مولكيول خلاص هتبطل تهرب الى الخارج وتتحول لحاله الفيبر. هتبطل ليه؟ لانه في جزء منها مسك مع مين؟ مع جزيئات السوليوت، يعمل interaction، فصار مش كلها فالت، مش كلها راح تقدر تطلع تعمل escaping، اوكي؟ from the liquid. And so شو بالتالي شو بصير في vapor pressure؟ راح يقل the vapor pressure of the solvent will in which solvent win the solution راح يكون أقل lower than the vapor pressure of what of pure solvent. مفهوم يا بنات؟ مفهومة؟ واضح؟ واضح يا بنات؟ واضح التفسير؟ طيب واضح. الآن مين اللي اشتغل على هذا القانون وحسبه؟ عالم اسمه راولت. شو اسمه؟ راولت. كيف هنري اشتغل مع البرشر؟ اجا راولت وسمى القانون باسمه راولت لو. راولت لو سمى هذا القانون باسمه. سمى ايش؟ راولت لو. شو راولت لو؟ انه احنا عشان نحسب ضغط السوليوشن، الضغط تبع السوليوشن الفيبر الابزورد فيبر بريشر اوف سوليوشن، ضغط المحلول. الان انا الان بطل عندي سولفنت لحاله، انا ما عندي بيور سولفنت، انا عندي سوليوشن. ضغط هذا السوليوشن شو يساوي؟ عباره عن المول فراكشن لمين؟ للسولفنت. المول فراكشن لمين؟ للسولفنت مضروب في البارشل او مضروب في الفيبر بريشر لمين؟ للبيور سولفنت. هذا هو القانون. وهي علاقه خطيه حتكون، علاقه ايش؟ لينير، حيطلع عندي لينير لاين، خط مستقيم. علاقه ايش؟ خط مستقيم. ليش؟ لانه دائما انا لما اضيف سوليوت، هذا السوليوت يكون نون فولاتايل زي الاملاح كلياتها، بعض انواع السوائل كلياتها، شو هتعمل؟ راح تعمل تقليل، تخفض لي من مين؟ تخفض من البيبر برشر تبع هذا السولفنت. هاي القانون. ضغط تبع السوليوشن الجديد الان يساوي المول فراكشن للسولفنت ضرب ايش؟ البيبر برشر للبيور سولفنت. هاي البيبر برشر للبيور سولفنت في حالته النقيه ضرب المول فراكشن لهذا السولفنت في المحلول حيساوي ايش؟ حيساوي ان الضغط السوليوشن، الضغط تبع مين؟ البيبر بريشر لايش؟ للسوليوشن. طيب سؤال رياضيات بناء على هذه المعادله، بدي اسالكم سؤال، متى بيكون ضغط السوليوشن، الضغط تبع السوليوشن اوكي يساوي البيبر بريشر للبيور سولفنت؟ متى جاوبوني البنات الحاضرات معي الان، اذا حدا فيكم تقدر تجاوبني في حاله الغليان. لا طلع المعادله هون، على المعادله متى بيكون الضغط للسوليوشن يساوي الضغط تبع السولفنت؟ متى؟ طلع المعادله يا بنات في حاله امتزاج المواد. يا بنات طلع رياضيات، اسالكم رياضيات عشان الله رياضيات. متى القيمه هاي تساوي القيمه هاي؟ لانه هاي ضرب هاي بيعطيكي هذا القيمه، صح؟ عندي كنا تو فاكتورز او تو رقمين، الرقم الاول والثاني بيعطيك الرقم الثالث. متى هذا الرقم بيساوي هذا الرقم؟ متى القيمتين هذول بتساويات في الرياضيات؟ اذا كانت هاي القيمه شو تساوي المول فراكشن؟ واحد. يا عيني عليك، شكرا لك، بدهاش تفكير، يعني نطول في التفكير. معنى ذلك انه ضغط المحلول، ضغط الفيبر بريشر للسوليوشن بيساوي الفيبر بريشر للبيور سولفنت متى؟ لما يكون عندك المول فراكشن يساوي واحد. طب شو يعني مول فراكشن يساوي واحد؟ شو يعني يا بنات مول فراكشن يساوي واحد؟ طب بلاش، وش يعني مول فراكشن؟ ايش يعني مول فراكشن؟ مش انا عندي مول فراكشن يعني انا عندي كسر بسطه على مقام اللي هو عدد مولات الماده اللي انا بتكلم عنها مقسوم على عدد مولات المحلول كلياته. طب انا لما يكون المول فراكشن بيساوي واحد يعني البسط يساوي المقام، اوكي؟ شو يعني البسط يساوي المقام؟ معنى ذلك انه انا عندي مادتين ولا ماده واحده في هاي الحاله؟ مادة واحدة، ما عنديش سوليوشن، انا عندي سولفنت لحاله. يا بنات لما يكون المول فراكشن يساوي واحد 100% معناته انا ما عنديش سوليوشن، انا ما عندي سوليوت وسولفنت، انا ما عنديش الا مادة واحدة. لما تكون مادة واحدة معناته المول فراكشن تبعها شو يساوي؟ واحد، ما فيش الا غيرها اصلا. اوكي؟ لكن لما اخلط مادة اخرى يصير في عندك سوليوت
solvent بصير في عندي solution. فبده يصير هذا solvent له نسبة في solution، نسبة 60%، نسبة 70%. طبعا أكيد إنه solvent لازم يكون هو أكثر، فلازم تكون المول فراكشن له أكثر من 50%، أكثر من 0.5 يعني أكثر من نص. هل ممكن تكون 0.6 0.7 0.8 0.9 صح ولا لا؟ لأنه أنا خلطه مع سوليوت مزبوط. لكن لما يكون المول فراكشن يساوي واحد، لما يكون المول فراكشن يساوي واحد شو يعني واحد؟ خلاص أنا ما عنديش إلا هذا السولفنت بيور سولفنت، فبالتالي الضغط السوليوشن هو بطل سوليوشن أصلاً، هو حيكون إيش؟ هو حيطلع عندي نفس مين؟ نفس ضغط مين؟ نفس ضغط البارشال بريشر للسولفنت. فلذلك يصبح ضغط المحلول يقترب من قيمة مين؟ من قيمة الفيبر بريشر للبيور سولفنت كلما كانت نسبة السولفنت في المحلول أكثر. كل ما بزود المول فراكشن كل ما بتقترب قيمة الفراكشن من الواحد صحيح، تصبح قيمة السوليوشن ضغط السوليوشن تساوي ضغط مين؟ قيمة البيور سولفنت. هي الرسمة، هي المول فراكشن. أنا ببدأ من المول فراكشن من صفر إلى واحد، ما في أعلى من، في عمركم شفتوا مول فراكشن أعلى من واحد؟ بسط على مقام مستحيل. المول فراكشن أكثر إشي واحد. شو يعني واحد؟ مول فراكشن واحد يعني أنا عندي بيور، المادة عندي بيور سولفنت مش مخلوطة مع إشي تاني. لما يكون المول فراكشن واحد أوكي، حيصير أنا عندي إيش؟ الضغط السوليوشن يساوي الضغط إيش؟ الضغط البخاري للبيور سولفنت، حيكونوا متساويات. كل ما قل عندي المول فراكشن بصير عندك ضغط السوليوشن يقل. ضغط السوليوشن شو بصير؟ يقل. ليش؟ لأنه بصير هذا المول فراكشن أنا بدي أضربه في مين؟ في البرشر للسولفنت. بنات هاي القيمة البارشال بريشر للسولفنت هاي قيمة ثابتة معروفة ما بتتغير، هاي قيمة ثابتة. لكن ضغط السوليوشن بتغير، على ايش بيعتمد؟ على المول فراكشن. كل ما بتغير المول فراكشن للسولفنت، للسولفنت مش للسوليوت، للسولفنت لأنه أنا عندي هون الضغط جاي من السولفنت مش من السوليوت، لأن السوليوت هو نون فولاتايل، مادة غير متطايرة. أوكي؟ لأنه الضغط هو من وين بيجي الضغط؟ إنه المادة تتحول من حالة السائل لحالة الغازية، يعني لازم تكون المادة متطايرة. طب أنا إذا السوليوت اللي عندي هو غير متطاير، فمعناته الضغط اللي بده ينتج هو جاي من السولفنت، لذلك أنا بدي المول فراكشن لمين؟ للسولفنت أونلي. أوكي؟ للسولفنت. فكل ما بزود أنا نسبة المول فراكشن للسولفنت أكيد هتصبح ضغط المحلول تساوي ضغط ايش؟ قريب من ضغط مين؟ الضغط للفيبر بريشر للبيور سولفنت. لمين؟ للبيور سولفنت. طيب هذا سؤال حل علي عشان نفهم اكثر مسائل. بحكي لي كالكوليت احسبي the expected vapor pressure. انا بدك تحسبي الفيبر بريشر لمين؟ نحسبه لهذا السوليوشن. نحسب قيمه الفيبر بريشر لمين؟ للسوليوشن. بدي احسب ضغط السوليوشن. منين هذا الضغط؟ شو عملت فيه؟ من ايش هذا السوليوشن؟ من ايش حضرته؟ خلطنا ديزولفينج. شو اللي خلطناه؟ تيبل شوجر، سكر المعده، السكر تبع سكر الطعام. كم اخذت منه؟ 158 جرام. اخذنا 158 جرام من سكر الطعام. طبعا المولر ماس اعطاك اياه، ليش؟ عشان تحسب عدد المولات. شو بدنا نحسب؟ مول فراكشن، بدنا نحسب عدد المولات. اوكي، مع فيش خلطتهم؟ خلطتهم في 643.5 سنتيمتر مكعب من مين؟ من الماء. السولفنت عندي مين هو؟ الماء. والسوليت هو عندي السكر. كم اخذت من السكر؟ 158 جرام. ذوبتهم في كم؟ في 643.5 سنتيمتر مكعب من مين؟ من الماء. هذا المحلول الان يتكون عندي المحلول. اوكي، طبعا الدنسيتي تبعت الماء، طبعا احنا دائما نعرف كثافه الماء واحد، لكن هون في السؤال لا، اعطاك الكثافه قال لك 0.9971 جرام لكل سنتيمتر مكعب. اوكي، الان الماء السولفنت كم ضغط البخاري؟ البيور سولفنت الماء لحاله كم ضغط البخاري؟ هي 23.76% لتر. بناء على ذلك بقول لك احسبي لي ضغط السوليوشن اللي بده ينتج عندي. شو القانون اللي يتم نشتغل عليه؟ هي القانون. ضغط السوليوشن انا بدي احسبه، بدي اقول المول فراكشن لمين؟ لمين؟ لمين المول فراكشن؟ للسولفنت. مش تخربطوا بكره بالامتحان، بيخربطوا البنات، بروحوا بيحسبوا المول فراكشن للسوليوت. غلط، المول فراكشن للسولفنت. انا بدي هون المول فراكشن للسولفنت، مين هو السولفنت؟ الماء ضرب البارشر الفيبر بريشر للماء. الفيبر بريشر للماء اعطاني قيمته، هي اللي هو البيور ووتر، اعطاني قيمته 23.76%. طب اذا يعني معناته انا في السؤال شو لازم احسب في الاول؟ لازم احسب المول فراكشن لمين؟ للماء. كيف بدي احسب المول فراكشن للماء؟ ما
بدي احط في البسط والمقام، بدي اقول المول فراكشن للماء يساوي عدد مولات الماء مقسوم على عدد مولات السوليوشن. طب عدد مولات السوليوشن شو يساوي؟ عباره عن عدد مولات الماء زائد عدد مولات مين؟ السكر. صح؟ مظبوط؟ مش هيك مول فراكشن؟ مول فراكشن لاي ماده يساوي عدد مولات الماده في البسط على عدد مولات المحلول. طب المحلول هو عباره عن سوليوت وسولفنت، فبدي عدد مولات السولفنت اللي هو الماء زائد عدد مولات ايش؟ السوليوت اللي هو مين؟ السكر. طيب كيف بدي احسب عدد مولات السكر؟ الكتله تبعت السكر على المولر ماس تبع السكر، بتطلع عدد مولات السكر، طلعته كويس. طب شو بلزمني الان اطلع عدد مولات الماء؟ كيف بدي احسب عدد مولات الماء؟ بدي احكي الماس للماء، كتله الماء على المولر ماس. الماء مولر ماس معروف له 18. طب كيف بدي احسب كتله الماء؟ انا اعطاني حجم الماء واعطاني الدنسيتي، فلما بضرب الحجم في الدنسيتي بختصر السنتيمتر مكعب مع السنتيمتر مكعب فبضل عندك الجرام. اذا لما بضرب الحجم في الدنسيتي بطلع عندي الكتله، ضربت الحجم ضرب الدنسيتي بطلع عندي كتله الماء. خلاص كتله الماء معروفه، بقسم كتله الماء على عدد على المولر ماس للماء اللي هو 18 بطلع عندي عدد مولات مين؟ الماء. خلاص الان بدي اجي احسب المولر فراكشن للماء. المول فراكشن للماء زي ما حكينا عدد مولات الماء على عدد مولات السوليوشن، والسوليوشن ايش مكون من الماء كسولفنت عدد مولات الماء زائد عدد مولات السوليوت اللي هو السكر. ما انا حسبت عدد مولات الماء حسبته، وفي المقام بحط عدد مولات الماء مره ثانيه زائد عدد مولات السكر، اجمع القيمتين هذول واقسمي هذا الجواب على المقام بيطلع عندك الجواب. هذا عدد هذا المول فراكشن، هذا المول فراكشن لمين؟ للماء. خلص شو الان بدي اطبق على القانون؟ بقول ضغط السوليوشن اللي انا بدي احسبه يساوي المول فراكشن للماء اللي انا طلعت قيمته ضرب ايش؟ الفيبر بريشر، البارشر بريشر لمين؟ للماء في الحاله النقيه، القيمه اللي اعطاك اياها 23.76%، اضرب القيمتين في بعض شو بيطلع عندك؟ الجواب. بتلاحظوا انه الفيبر او بتلاحظوا انه الفيبر بريشر للسوليوشن قل ولا زاد عن البيور ووتر؟ قل. وهذا الحكي صحيح ولا لا؟ مش احنا بقل؟ مش احنا حكينا اذا انا بجيب اي ماده سوليوت نون فولاتايل بذوبها داخل سولفنت فبالتالي السوليوشن راح ينتج عندي ضغط وراح يكون اقل من ضغط البيور سولفنت؟ هذا شيء طبيعي. هي الماء في حاله النقيه كان ضغطه 23.76%، لما ذوبت السكر داخله شو صار؟ 23.46 نزل من 76% صار 46%، اذا الضغط قل. ترضي انت بالامتحان بكره حليتي وطلع عندك الضغط عالي، عارف انه حلك ايش؟ عندك شيء غلط. ما بصير، لازم يقل الضغط، ضغط السوليوشن بيكون اقل من ضغط البيور سولفنت. هذا الحكي ايش ماله؟ معروف. سؤال مباشر، حل مباشر على ايش؟ على القانون. اوكي بنات، هذا سؤال اخر تدريب لكم، تدريب لكم، حلوا لحالكم. طيب بريدكت ايش؟ نفس الكلام، بدنا نحسب الفيبر برشر لمين؟ للسوليوشن. ايش محضر؟ 35 جرام من مين؟ من السوليد صوديوم سلفيت. انا اخذت 35 جرام من الصوديوم سلفيت، شو المولر ماس له؟ اي 142.5% جرام. اذا السوليوت اللي عندك، السوليوت اللي هو الصوديوم سلفيت اخذت منه 35 جرام وهي المولر ماس له. خلطته مع مين؟ شو السولفنت اللي عندي؟ الماء. كم جرام من الماء؟ هي بريحك، هو ما اعطاكيش لا الحجم ولا الكثافه، اعطاكي مباشره كتله الماء. قال لي كتله الماء 175 جرام. اوكي؟ هاي الفيبر بريشر للبيور ووتر، الماء لحاله فيبر بريشر اكيد. نقدر نحسب الفيبر بريشر للسوليوشن ولا لا؟ بنعرف. شو لازم احسب؟ بدي احسب عدد المولات، بدي اطلع المول فراكشن لمين؟ للماء. عشان احسب المول فراكشن للماء لازم اطلع عدد مولات الماء اللي هي كتله الماء 175 على 18 اللي هي المولر ماس للماء، بطلع عندي عدد مولات الماء. نفس الكلام بدي احسب عدد مولات الصوديوم سلفيت، كتلته 35 بدي اقسمها على المولر ماس، بطلع عندي عدد مولات الصوديوم سلفيت. بعدين بحسب القانون، بحكي المولر ماس للماء يساوي عدد مولات الماء في البسط على في المقام، بحكي عدد مولات الماء زائد عدد مولات الصوديوم سلفيت، بده يطلع عندي المول فراكشن. بضرب المول فراكشن في القيمه هاي بيطلع عندي ضغط السوليوشن، لازم يكون اقل، لازم ضغط السوليوشن الجديد يكون اقل من القيمه هاي. حلوا تدريب لكم وتاكدوا من الحل عشان ايدك تاخذ على الحل وتقدري ايش؟ تحلي. ماشي يا بنات؟ اوكي؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ يعطيك العافيه دكتور. طيب اخر ملاحظه، هيك اخر خمس دقائق قبل ما ننهي محاضره اليوم عشان نكمل يوم الاربعاء. ايش بسموه نون ايديال بيهيفير؟ النون ايديال سوليوشن، تتذكروا احنا لما تكلمنا في تشابتر 5 تشابتر 5 لما تكلمنا عن الغازات المثاليه الايديال سوليوشن وكنا بنطبق عليها القانون بي مضروب
PV is equal NRT. تذكروا بعدين نهاية chapter 5 قلنا أصلاً إحنا عندنا ما عندنا real solution، ما عندنا real gases، آسف ما عندنا ideal gases، إحنا عندنا real gas، غازات حقيقية، وعملنا تعديل على المعادلة، صح ولا لا؟ أوكي نفس الوضع. إحنا هنا راولز يا بنات القانون تبعه قانون راولز، هذا القانون هذا بينطبق في هذا القانون بينطبق أو obeyed، هذا القانون متى بينطبق أو بطبقه؟ في حالة الـ ideal solution. ideal solution ideal behavior. شو يعني ideal solution أو ideal behavior؟ الآن السؤال مش إحنا solution اللي عندنا مكون من مادتين، مكون من solute ومكون من إيش؟ من solvent، صح؟ طيب الآن كيف تكون هذا solution؟ صار في عندي interaction ما بين جزيئات السولفنت مع جزيئات السوليوت، صح ولا لا؟ فتكون عندي سوليوشن. طيب ايضا جزيئات السوليوت نفسها داخل المحلول مش بيناتها روابط؟ استنى، في عندي انتراكشن. وجزيئات السولفنت نفسها ايضا مش في عندها روابط؟ في عندي. فاذا انا في المحلول يا بنات في السوليوشن في عندي ثلاث انواع من الانتراكشن. عندي سوليوت سوليوت انتراكشن، يعني في عندي انتراكشن ما بين جزيئات السوليوت نفسها، وفي عندي solvent solvent interaction، في عندي ترابط بين جزيئات السولفنت نفسها، والارتباط الاخير ما بين مين؟ ما بين السوليوت والسولفنت. الان متى بيكون عندي الوضع ايديال مثالي وبنطبق عليه هذا القانون قانون راؤول؟ متى؟ اذا كانت كل انواع الارتباطات في الثلاث حالات اللي هي بين سوليوت سوليوت والسولفنت سولفنت والسوليوت سولفنت كلياتها متساويه. إذا كانت الانتراكشن فورسز بين الثري كيسز هذول كلياتهم ايش مالهم؟ متساويات. أنا بكون عندي حالة ايش؟ حالة المثالية ideal case أو بسموه ideal solution. أوكي؟ أجيب لكم إياها مثال عشان تفهموها هيك على السريع هيك. عندنا رجل وعندنا فتاة. الآن هذول بدهم يتزوجوا، أوكي؟ هذا المثال بحب دائما أعطيك مثال عشان الناس تفهم. عند رجل وعندي ايش؟ رجل او شاب وفتاه بدهم يتزوجوا. الان هذا الشاب، اوكي، هذا الرجل او هذا الشاب مش بيكون مرتبط مع اهله، مع عشيرته، مع قبيلته، مع عائلته؟ اذا في ارتباط القرابه، صح ولا لا؟ مرتبط مع اهله. طيب البنت نفس الكلام، هي مرتبطه مع اهلها، مع والدها، مع امها، مع اخوانها، مع عمامها، مع اخوالها، مع قبيلتها، مع اوكي مع عائلتها. اذا في عندها ارتباط عائلي البنت من جهه، ما بين اهلها وعائلتها، اذا في عندها بنسميه سوليوت سوليوت انتراكشن. وايضا الرجل او الشاب مرتبط مع عائلته، اذا عنده ارتباط. طيب الان بده هذا الرجل يتزوج هاي الفتاه، اذا مش بده يصير برضه ارتباط بيناتهم انتراكشن، ارتباط الزواج، عقد الزواج، العلاقه الزوجيه، العلاقه الاسريه، العائله، بدهم يكونوا عائله الان، بدهم يكونوا عائله جديده، اذا صار في ارتباط ما بين الرجل والفتاه انتراكشن بيناتهم، فكونوا هذا السولفنت، كونوا هاي العائله المتجانسه، صح؟ لكن هل تعتقدوا انه هذا الشاب خلاص قطع علاقته مع اهله، بطل يتكلم مع اهله، مع اخوانه، مع اعمامه؟ لا، اكيد طبعا. ونفس الكلام بالنسبه للبنت، ما زالت تحكي مع عائلتها. الان بالوضع المثالي، الوضع الطبيعي، المفروض الارتباطات، ارتباط الشاب مع عائلته وتجاه اسرته يكون متساوي، ما يزيد، ما حد يطغى على حدا، بمعنى مش انه يهمل اهله كلياتهم وخلص يكون علاقته فقط مع زوجته وسمعا وطاعه، ويترك امه ويترك ابوه ويترك عائلته كلياتهم. فهذا الحال شو بصير؟ في عنده حيود، ديفيشن، العلاقه مش مستقره. نفس الشيء بالنسبه للبنت، المفروض انه تكون في عندها نوع من التوازن او التساوي، علاقتها مع اسرتها مع مين؟ مع الزوج في البيت. يعني مش انها تضل فقط تسمع كلام امها وسوي هيك واعمل هيك وتهمل زوجها، واضح؟ لازم يكون اذا عملت هيك معناته اوضنا تضل عند اهل البيت، اهلها، وما تنتبه بزوجها، وما تطبخ، ما تضبط بيتها، وما تعتني بزوجها واولادها. اذا في عندي خلل، اوكي، اذا انا صار عندي ايش؟ صار في عندنا ديفيشن، اوكي، حيود عن الوضع المثالي. شو الوضع المثالي؟ انه تكون العلاقه ما بين الرجل وزوجته تتساوى مع العلاقه مع اهله، والعلاقه نفس الشيء مع اهلها، مع ايش؟ مع زوجها. ما حد يطلع على الثاني عشان تكون الحياه مثاليه واقرب للمثاليه، تمام؟ هذا عشان تفهموا شو يعني الايديال سوليوشن، شو يعني الوضع المثالي. لكن احيانا وجدوا انه احنا بيكون في عندنا نون ايديال سوليوشن، في عندنا بعض المحاليل اللي ما بتنطبق عليها قانون راؤول، مش عندي ايدياليتي. ليش؟ بحيث انه بينتج عندنا ديفيشن، حيود عن الضغط. ها،
الضغط اللي بينتج اللي انا بقيسه عمليا، الضغط اللي احنا بنقيسه عمليا، هذا الضغط اللي احنا ايش يا بنات، هذا بنحسبه حسابيا، هذا ثيوريتيكال، هذا انا باجي على ورقه وقلم، كيف احنا الان حسبنا وطلع عندي الجواب الضغط هاي قيمته، هذا القيمه اللي انا حسبتها هي قيمه نظريه ثيوريتيكال فاليو. اوكي، بنروح احنا بنعمل هذا المحلول وبنقيس الضغط عمليا باستخدام جهاز الباروميتر. اوكي، اذا طلعوا القيمتين زي بعض معنا شو بستنتج؟ انه انا عندي ايديال سوليوشن. طيب لو طلعت القيمه عاليه، القيمه اللي انا حسبت النظريه اللي انا حسبتها هاي القيمه اعلى من القيمه الحقيقيه اللي عندي، معناته شو بستنتج؟ انه انا في عندي بوزيتيف ديفيشن، بوزيتيف ديفيشن. تمام، القيمه اللي انا طلعت عندي عمليه اكسبيرمنتالي، القيمه الحقيقيه اللي انا قستها بجهاز الباروميتر طلعت اكبر من القيمه اللي انا حسبتها النظريه هاي، معناته ايش عندي؟ انا عندي بوزيتيف ديفيشن، بوزيتيف ديفيشن يعني عندي انحراف بس بالاتجاه الايجابي. اوكي، حيود بالاتجاه الايجابي. طيب افترضوا القيمه اللي احنا قسناها تبعت السوليوشن اللي احنا قسناها باستخدام الباروميتر اكسبيرمنتالي في اللاب طلعت القيمه اقل من القيمه النظريه اللي احنا بنحسبها بالمعادله، شو معناته في هاي الحاله؟ في عندي نيجاتيف ديفيشن، حيود سلبي زي ما احنا شايفينه. هون انا في عندي حيود ايش؟ ايجابي. شوف كيف؟ المفروض يطلع عندي زي هيك، هاي الخط المستقيم هذا المفروض يطلع عندي، لكن احنا طلع عندنا هون حيود ايجابي، القيمه الحقيقيه اوكي الفعليه يعني الاكسبيرمنتالي طلعت اكبر من القيمه الثيوريتيك اللي احنا بنحسبها حسابيا على الورقه، هون عندك حيود سلبي. اوكي، هذا الوضع اللي بسميه احنا نون ايديال سوليوشن. هون انا عندي ايديال بيهيفير، طلع انا خلطت مادتين مع بعض، انا في عندي هون ايديال بيهيفير خط مستقيم، لكن اذا بيطلعش عندي خطوط مستقيمه معناته عندي احنا ايش؟ نون ايديال سوليوشن. هذا الحكي رح ناخذه احنا ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء المحاضره القادمه، بس انا حبيت انك ادخلكم في هذا المدخل نعرف انه احيانا بصير في عندي انتر اكشن ما بين الروابط اكثر، يعني انتر اكشن ما بين مثلا الليكويد ما بين السولفنت والسوليوت اكثر ما بين مثلا من الانتر اكشن ما بين السوليوت مع السوليوت او ما بين السولفنت مع السولفنت، فهذا راح يؤدي الى نوع من ايش؟ من الحيود. اوكي، المفروض من الوضع الطبيعي ولا واحد تكون كل الانتر اكشنز متساويه، كل الانتر اكشنز ايش مالها؟ متساويه عشان يكون عندي راولتس لو، يكون عندي ايديال ويطبق عليه قانون راول، لكن لما ما يكون الحيود القوة متساوية راح يعمل نوع من ماذا؟ نوع من الحيود. هذا الحكي راح نحكي عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله. واضح يا بنات؟ أنا راح أوقف هون، هو هذا الفايل يعني إحنا عند تقريبا سلايد 48 هو كلياته 59 سلايد، يعني 10 سلايدات، هذول إحنا بنحكيهم إن شاء الله تعالى في محاضرة يوم الأربعاء. يعني أشياء بسيطة ما بنحكي كثير، بس عشان نحكي كيف بصير في عندنا الديفيشن ونحل مسائل سؤال ونشوف كيف من هذا السؤال كيف فعلا بصير عندي الديفيشن وكيف التنبؤ اللي صار عندنا. اوكي، عشان نعرف انه بوزيتيف ديفيشن متى بيكون عندي بوزيتيف ديفيشن ومتى بيكون في عندي نيجاتيف ديفيشن، احنا نستطيع ان نتنبأ من خلال الاستراكشر البولر والنون بولر والانتراكشن. هذا الحكي ان شاء الله تعالى بنحكيه يوم الاربعاء. اوكي بنات، حد عنده ملاحظه على سؤال محاضره اليوم؟ زي ما حكيت لكم محاضره اليوم بنزلكم اياها على البلاك بورد كالعاده، وانا عندي 11 طالب اليوم اللي كانوا حاضرين بين 10 و 12، يعني العدد بيطلع وبينزل بنات مش مشكله، راح اعتبر ان الكل حاضر عندي في المحاضره، ما عندكم مشكله ان شاء الله تعالى. يعطيكم الف عافيه بنات، واتمنى لكم التوفيق في اختباراتكم هذا الاسبوع، في اختباراتكم الاسبوع القادم، وايضا في اختبارنا اللي حيكون بالاسبوع التاسع باذن الله تعالى. اوكي بنات، يعطيكم الف عافيه، انا راح اعمل ستوب ريكوردنج الان. حد عنده اي سؤال قبل ما اسكر؟ حد عنده اي سؤال يا بنات؟ حد عنده اي سؤال؟ الله يعافيكم، يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم، هنعمل ستوب ريكوردينج. اوكي.